السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا، مادة جديدة هناخدها إن شاء الله سوا، مهمة جدا جدا جدا، بنستخدمها كتير جدا في حياتنا العملية، ما أكثر البيشنس اللي احنا بنقابلهم وبيكونوا محتاجين عندنا أجهزة للعلاج الكهربائي. هناخد إن شاء الله سويا في هذا السمستر الكتروثيرابي 1، الكتروفيزيكال ايجنتس بمختلف انواعها. بس في الاول هناخد الاورينتيشن، الماده بتتكلم عن ايه، بعد كده هنتكلم على الالكتروفيزيكال ايجنتس، مقدمه عنها بتشتغل ازاي، ايه مختلف الانرجيز اللي احنا بنشتغل من خلالها، كل جهاز بيشتغل بانهي انرجي بالظبط. وهنثبت عندنا مصطلح الالكتروفيزيكال ايجنت بدل الالكتروثيرابي علشان يكون اوسع عندنا في المدلول. كمان هنتكلم عن الانجري، وماذا لو حدث عندي اصابه، ما هو التيشو ريسبونس تو انجري، وبالتالي ماذا يحدث في التيشو هيلينج، ازاي بيحصل التيشو هيلينج، وايه البروسيس بتاعه التئام الانجريز دي. هنتكلم عن ده كله ان شاء الله النهارده في محاضرة النهاردة. بس في الأول طبعا كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله يكون ترم سعيد وسنة سعيدة إن شاء الله علينا كلنا يا رب. هناخد إن شاء الله سويا في هذا الكورس Introduction Tissue Response to Injury and Tissue Healing النهاردة، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية هنتكلم عن البين، ثم الإلكترومغنيتيك راديشن، ثم الثيرابيوتيك هيت، وبعد كده هنبدأ نتكلم بقى عن الأجهزة. كل ده هيبقى Introduction عشان ندخل على الأجهزة على طول اللي احنا بنشتغل بيها: Infrared Radiation, Ultrasound Phonophoresis, اكسري كوربوريال شوك ويف ثيرابي، ليزر، الترا فايولت، شورت ويف، مايكروويف. كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه، ايه هي البرنسبلز بتاعته وبيستخدمه ازاي، ايه الفيسيولوجيكال اند ثيرابيوتيك افكتس بتاعه الموداليتيز دي، كمان ايه الادفانتجز اند ديس ادفانتجز بتاعتها، ايه الانديكيشنز، بستخدمها مع مين، مين هم البيشنتس اللي بيبقوا كونترا انديكيتد وما ينفعش ان استخدم معاهم الاجهزه دي، مين الناس اللي بحطهم under precaution وبحطهم قدام عينيا. كمان هنتكلم بقى على الابليكيشن سكيلز، والسمستر ان شاء الله مليء بالكيس ستاديز. عايزاكم بقى ان شاء الله كده تبداوا يعني تفكروا وتحللوا وتبداوا ان شاء الله باذن الله تشتغلوا وتذاكروا كويس، علشان ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا بروجكتس ان شاء الله حلوه جدا منكم. السمستر او الالكتروثيرابي 1 ككورس عبارة عن ساعتين نظري في المحاضرة وساعة كريدت أور، يعني ساعتين عملي في السكشن، يعني 3 hours a week كريدت أورز. في الأسسمنت عندنا 100 درجة المادة من 100، 50 درجة على الفاينل ثيوريتيكال إكزام، و 15 درجة أورال، 15 درجة براكتيكال، و 20 درجة على أعمال السنة. انكلودد في أعمال السنة دي الميدترم إكزام والسمستر ورك، أدأنا ثرو أوت السمستر كامل، محاضرة وسكشن، بداية من الحضور. احنا بنتكلم انها مادة عملية ومهمة وبنشتغل بيها يوميا يوميا مع الحالات، فالحضور عليه درجة ولا يغيب يعني برا الإطار بتاع الغياب المسموح بيها، يتحرم من دخول الامتحان. يعني خلاص نبقى متفقين من دلوقتي عشان ما حدش يزعل بعد كده. هيبقى معانا برضو في السمستر ورك البروجكت، زي ما انتوا عارفين البروجكت ده بيبقى عبارة عن تيم بيشتغل مع بعضه ويوظف ابداعاته في إطار المادة العلمية بتاعة المادة. هعرفكم دلوقتي ان شاء الله ازاي ووريكم صور منها. كل محاضرة وكل سكشن فيه كويز مع اختلاف نوع الكويز، تمام، علشان تبقوا اولا نذاكر اول باول، وده جزء طبعا مهم جدا لانه كل محاضرة مبنية على اللي قبلها. يعني النهاردة محاضرة النهاردة دي اساس الترم كله، لا مش الترم كله، الترم الاولاني والترم الثاني في الالكترو، تمام. فأي محاضرة هتضيع هتأثر حتميا علينا وهتأثر على المحاضرة اللي بعدها، فكويس كل محاضرة عشان يبقى احنا بنذاكر وعارفين طريقة الأسئلة ازاي، بنثبت المعلومة من خلال الأسئلة وإجاباتها.
الكويزز بتبقى بشكل عام صح وخطأ ومالتيبل تشويس، وايضا بيكون فيها كتابة. الكتابة دي صورة كومبليت او شورت اكاونت انيموريت، بس علشان نبقى احنا برضو بنكتب بايدينا، لانه طبعا تعرفين ان الدوكيومنتيشن بتاع الحاجة مهم جدا 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 في تثبيت المعلومة. تمام، فاعرفوا كده خلاص، كل محاضرة كل سيكشن في عندنا كويز من غير ما احنا نسأل، زي ما انتوا عارفين طبعا. كمان برضو ادائنا في المحاضرة وأدائنا في السكشن، في جزء من التقييم بتاعنا على البرزنتيشن سكيلز بتاعتنا، تمام، في المحاضرة أو في السكشن. ده تقييم للجميع، هيتقيم على البرزنتيشن سكيلز، فهيسأل سؤال وهيجاوب وهيشرح لزمايله في السكشن أو في المحاضرة، وهيكون ده عليه درجات، وده طبعا إيمانا بأهمية المهارات المختلفة في توظيف المادة العلمية. إنه مهم جدا أنت تبقى عارف تكتب كويس، فهتكتب بإيدك في حاجات كمان assignments وحاجات هتطلب منكم في المحاضرة والسكشن، هنكتبها بإيدينا خصوصا الكيس ستاديز والكلام ده، علشان يبقى احنا كده يعني المعلومة عندنا فاهمينها ومطبوعة بذهننا، وعارفين كمان نعبر عنها كتابة، وعارفين كمان نعبر عنها قدام الناس. كتير جدا بنبقى عارفين المعلومة لكن مش قادرين ان احنا نوصل المعلومة ديت، وبالتالي بيجي مثلا في امتحان شفوي وعملي بيبقى احنا عارفين المعلومة مش عارفين نقولها، وهنا بيجي بقى وظيفة البرزنتيشن سكيلز والمهارات اللي احنا بننميها من خلال المحاضرة ومن خلال السكشن، في ان انت تبقى بتبرزنت المعلومة لزمايلك وبتشرح المعلومة، فبتنمي مهارات مهمة جدا 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 في انها تكون شخصية متميزة، مش بس شطارة علمية، لا، شطارة علمية وعملية وتواصل مع الزملاء. الريسيرش ورك من الحاجات اللي برضو عليها درجات في اعمال السنة، مش بس كده، تعاونك، احترامك لزمايلك، افكارك البناءة، تواجدك الفعال دائما، ده بيرفع حصيلة درجات أعمال السنة بتاعتك بشكل كبير جدا. فالناس الإيجابية، الناس البناءة، الناس السمايلينج، الناس اللي بتساعد بعضها، اللي بتساعد زمايلها، دول هيكون ليهم برضو درجات في أعمال السنة. يعني 20 درجة دي 20 درجة تراكمية محاضرات وسكاشن، وما بتتعطاش إلا للي فعلا فعلا يستاهل العشرين درجة، لأن كل حاجة مرصودة طول السكشن، طول المحاضرة على مدار السمستر. ففي الآخر بيبقى عندنا 15 درجة مثلا رينج، هم فعلا بيبقى الرينج حوالي 15 درجة. 15 درجة دي بنبدأ ناخد منها الأفريج، ونبدأ ان احنا نطلع منها العشرين درجة اللي موجودين عندنا. فأي حد هيتعب في المادة ان شاء الله بإذن الله مجهود مقدر، ولن يتساوى يعني حد بحد ان شاء الله. كلكم ان شاء الله تقفلوا المية درجة وتاخدوا ان شاء الله A بلس في المادة، وتطلعوا كمان ان شاء الله بإذن الله شطار جدا ومميزين في سوق العمل، وقادرين ان انتوا فعلا تساعدوا البيشنس. بأكد عليكم على الكويزز المستمرة واهميتها في التحصيل العلمي، وان احنا ان شاء الله بإذن الله نقفل المادة نتيجة المذاكرة المستمرة والمذاكرة التراكمية، وان احنا نشوف المعلومة اكتر مرة باكتر من طريقة. البروجكت من اكتر يعني عليه درجة كبيرة في اعمال السنة. تيم وورك عبارة عن 3 اشخاص، ليدر وشخصين معاه، بيوظفوا مهاراتهم المختلفة، بيقعدوا كده في الاول مع بعض، انت ايه التالنت بتاعتك؟ لا انا بعرف ارسم، انا بعرف اكتب، انا بحب الابليكيشنز، بحب السوشيال ميديا، بحب الاعلام، بحب ان انا اعمل ريسيرش، بحب ابرزنت حاجة. وبيبدأوا يقولوا طب خلاص احنا عايزين نعمل بروجكت يتناول هذه المهارات المختلفة. طيب احنا عندنا ايه في المادة؟ والله انا مهتم جدا بالموضوع الفلاني، لا انا الكيس الفلانية حاببها قوي، حاسس ان انا محتاج ان انا يعني ابص كده على الاوستيوارثرايتس وخشونة الركبة، واجمع الاجهزة اللي احنا بنعملها للكيس بتاعت الاوستيوارثرايتس واشتغل. حد تاني يقول لا انا اروح اشتغل على بيشنت فعلا واصور، واشتغل فعلا الابليكيشن وصور فعلا السيشن اللي احنا بنعملها كالكتروثيرابي للبيشنت بتاعي. حد يرسم وحد يديزاين، حد يحب ان هو يكتب قصة، البيشنت كان كذا، عمل كذا علشان كذا. يعني في الاخر كل ابداعاتكم تقدروا ان انتوا توظفوها من خلال المادة، من خلال المادة.
في صورة ارت، ديزاين، سيميليشن، ريسيرش، ستوري، فيديو ميكينج، تعملوا مجلة، الميديا والإعلام سواء مذيع ودكتور وطالب وبيشنت وان سو اون، بروشورات والتصميم بتاعها، ابلكيشنز وسوشيال ميديا بقى، واحنا في 2025 عصر التكنولوجيا والسايتس وويب سايتس والسوشيال ميديا، مختلف الكيسز نقدر ان احنا نشتغل عليها. المادة مليانة كيسز هتتبسطوا جدا جدا جدا، لانه هتوظفوها بشكل حلو قوي وهتفرق معاكم جدا جدا جدا. حطت لكم جزء من البروجيكتس عشان لو في حد بيتساءل طب اعمل ايه او كده، ادي مجموعه من البروجيكتس بتاعت زمايلنا الاكبر منا، سواء كان هايدرو ثيرابي او الكترو ثيرابي 2. صراحه زي ما انتم شايفين كده ابداعات مختلفه، جمال ما بعده جمال. سيميليشن لاجهزه وعاملينها ومصنعينها كده بصناعه مصريه، وابداعات مختلفة زي ما انتم شايفين، العاب، ابحاث، ما شاء الله، مجلات مختلفة، الوان واشكال وحاجات كده عظيمة جدا جدا جدا. طبعا انتم اكيد شفتوها في المعرض بتاع الويلكم بارتي، لكن انا برضو حبيت ان انا يعني اوريكم كده سامبل عشان طول الوقت تبقوا شايفين قدام عينيكم ايه اللي بالظبط مطلوب مننا وايه اللي احنا ممكن نعمل. زي يعني ده مثلا كان عبارة عن البوينتس اللي احنا بنشتغل عليها في الالكتريكال ستيميليشن، خرائط مختلفة، اضرب بقى ومسجز واسئلة وألعاب وحاجات حلوة جدا جدا جدا. ده كان هيدروثيرابي سيميليشن دي مركز، والمركز ده الأوض الموجودة فيه ونعمل ازاي الحاجات دي، ودي كان بروجكت معمول بالصلصال. عايزة بصراحة اكلمكم عن تفاصيل كتير جدا في البروجكت، بس انا مش حابة ان احنا نطول في بداية المحاضرة عشان محاضرتنا النهاردة ان شاء الله نهتم بيها. انا بس حبيت ان انا اوريكم سيميليشن كده لزمايلكم اللي معانا في الكلية، وجمال البروجكتس بتاعتهم وقد ايه هم قدروا ان هم يوظفوا المادة في صورة فعلا علمية وفنية تأكد على المعلومة اللي موجودة عندنا، قدروا ان هم يوظفوها. وبالتالي في الاخر هنلاقي ان احنا ما شاء الله قادرين ان احنا يعني نفكر، المعلومة بتزيد عندنا لان احنا بنبحث، بنشتغل مع بعض، بنعرف بعض. طبعا التيم ورك بيتواصل مع بعضه، لو في حتى ما بينهم اختلافات بيقدروا ان هم يتجاوزوها عشان يطلعوا ببروجكت حلو يقدموه. الدرجة بتاعت البروجكت كل واحد بياخدها على حدة وبياخدها التيم ورك برضو على بعضه. بيبقى يوم جميل جدا لما بنيجي نعرض البروجكتس دي وتبصوا تلاقوا المعلومة موظفة بأشكال مختلفة، مسموعة ومقروءة وبرزنتيشنز وحاجات حلوة جدا. فكده احنا بنبقى متأكدين خلاص ان المادة ان شاء الله بإذن الله وصلتكم انتوا وهضمتوها وسمعتوا من بعض، فبالتالي المعلومة اتكررت معانا بطرق مختلفة. ده كان على فكرة الويلكم بارتي، الجزء من البروجكتس اللي اتعرضت في الويلكم بارتي الاسبوع اللي فات 2024 2025، ويلكم بارتي اول من حوالي كام يوم. وده كان برضو بروجكتس زمايلنا عاملينها في جامعه الدلتا. فيعني ما شاء الله يعني الابداعات موجوده في كل مكان، سواء كان في الدلتا سواء كان في جامعه بنها، وفي كل مكان ان شاء الله باذن الله نستمتع ان شاء الله سويا في هذا الكورس ونتعلم ونتبسط ان شاء الله باذن الله. يلا بينا نبدا الجزء الثاني عندنا في محاضره النهارده. كده خلصنا خلاص الاورينتيشن وماده بتتكلم عن ايه، تعالوا بقى نتكلم على الانترودكشن بتاعتنا والالكتروثيرابي وبنعمله ليه وبنعمله ازاي في الجزء الثاني من محاضره النهارده. الفيزيكال ثيرابي والنعمه اللي احنا ربنا انعم علينا بيها ان احنا يعني قادرين ان احنا نساعد وقادرين ان احنا نسعد وقادرين ان احنا نخفف الام وقادرين ان احنا نرجع بيشنت للوظائف بتاعته، يبدا يمشي، يبدا يتحرك، يمارس حياته من غير الم، يرجع شغله، يشتغل بايده. نعم يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا بينعم علينا دايما بيها واصطفانا بان احنا فعلا قادرين ان احنا نعمل حاجه مميزة جدا بتساعد وبتعيش والعيان محتاجها في حياته اليومية. لما اجي اقول يعني ايه فيزيوثيرابي، هلاقي ان الفيزيوثيرابي عبارة عن جزئين اساسيين،
utilization of physical agents اللي هو الالكتروثيرابي موداليتيز اللي احنا هنتكلم عنها في مقرر الترم ده، وايضا عباره عن تكنيكس ثيرابيوتيك اكسرسايز بيتعمل، فهما جزئين كهرباء وتمارين بشكل عام. طيب ليه؟ عشان حاجتين برضو، يا اما ان انا بدايجنوز وبشخص فبستخدم اجهزه للتشخيص، يا اما ان انا بتريت إلنس او ديزيز موجود عند البيشنت. طيب في صيغه ايه الديزيزز ديت؟ ممكن تبقى ديسابيليتي معجزه الشخص عن اداء حياته اليوميه فبنسميها ديسابيليتي، او امبيرمنت خلل. اذا الفيزيوثيرابي بشكل عام هو ايه؟ هو يوتيلايزيشن اوف فيزيكال ايجنتس اند تكنيكس ان ذا دايجنوزس اند تريتمنت اوف ديسابيليتيز اند امبيرمنتس. طيب ناخد الجزء الاولاني، ما هم اتنين، ناخد بقى الجزء الخاص بالماده بتاعتنا وهي الالكتروثيرابي. احنا بقى هنستعيد عن الالكتروثيرابي دي وهنحط تيرم يبقى فعلا فعلا ريبريزنتيف للماده. التيرم بتاعنا الكتروفيزيكال ايجنتس، الكتروفيزيكال ايجنتس، ومن اسمه الكترو يعني بشكل عام هبقى حاطه فيشه دي العيان، لكن حطيت physical agents ليه؟ لان انا عندي اجهزة مش بس بتستخدم الكهرباء، لا ممكن تكون مختلف انواع الانرجي زي ما احنا هنتكلم عنها. ممكن الانرجي دي تبقى sound، ممكن تبقى mechanical، ممكن تبقى thermal، فمش دايما بتكون كهرباء بس. تمام، عشان كده عدل الترم واصبح الافضل ان يسمى مش electrotherapy، لا نسميها electrophysical agents. electrophysical agents طب يعني ايه electrophysical agents؟ هي the use of electrophysical and biophysical energies. ليه؟ علشان برضو اعمل ايه؟ اعمل evaluation، اول حاجة تقييم، تاني حاجة اعمل treatment. طيب هل evaluation وtreatment بس؟ لا، ده عيان خلاص جاي لي فعلا محتاج evaluation وtreatment، لا ده كمان الجمال ان انا كمان ممكن اعمل prevention، الوقاية خير من العلاج. طيب prevention لايه؟ لي impairments خلل في الوظيفة، activity limitation موقفة البيشنت ده من اداء حياته اليومية والوظائف المختلفة، واحنا طبعا شغلانة الفانكشنز يعني وظيفتنا نقلل الالم عشان العيان يمارس حياته اليومية، نقلل الالم عشان نرجع وظيفة، نقوي عضلة عشان ترجع الوظيفة. ليه؟ لان العيان جاي لنا علشان هو مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يعمل حاجة يعني في وظيفة مختلة نتيجة اسباب كتير قد يكون جزء منها الالم. and participation restriction هو نفس الفكرة، انه الريستريكشن بتاع المشكلة اللي عنده اللي موقفاه من ممارسة حياته اليومية، وان هو يبارتسبيت في المجتمع ويشتغل جوه مجتمع ويقدر انه يؤدي الوظائف اليومية. تاني، ما هو الديفينيشن بتاع electrophysical agents المقرر بتاعنا؟ the use of electrophysical and biophysical، يعني من الاخر احنا شغلنا هيبقى الفيزيكال ايه؟ فيزيكال انرجيز. ليه؟ علشان اعمل ايفالويشن، اعمل تريتمنت، اعمل بريفنشن. ليه بقى؟ اعمل بريفنشن ليه امبيرمنتس، اكتيفيتي ليميتيشن، اند بارتيسيبيشن ريستريكشنز. مختلف اليوزز عندنا، اجهزه مختلفه زي ما احنا هنشوفها ان شاء الله في السمستر ده والسمستر القادم ان شاء الله باذن الله، هيبقى كمان تكمله الاجهزه اللي هو الالكتريكال ستيميليشن والماجنتيك ثيرابي في الترم القادم. كل دول انا بستخدمهم عشان اوصل لنتائج مع البيشنت، مثلا inflammation reduction ان انا اقلل التهاب عندي، ان انا اعمل تشو ريبير اند ووند هيلينج، وهنتكلم النهارده على البروسيس بتاعه الووند هيلينج والتشو ريبير، ان انا اقلل بين. ايوه ده انا اول حاجه العيان بيجي لي ليها او اكتر سبب احنا بنشوف فيه العيان بتاعنا ان هو بيتالم، جاي بيشتكي من الم، فهستخدم الالكتروفيزيكال ايجنتس فور بين مانجمنت.
مش بس كده، لا كمان علشان ازود الكولاجين اكستنسابيليتي. العيان اللي هو جاي لي عنده استفنس وايده متخشبه نتيجه ان هو قعد في كاست لفتره طويله وشايل الجبس ورجع لنا تاني، ده هيبقى عنده مشكله في الكولاجين اكستنسابيليتي، وبالتالي هنبقى ايده متيبسه ومحتاجين ان احنا نرجع نفرد ايده ونبدا ان احنا نرجع تاني رينج اوف موشن بتاعه. الماسل تون، لما يبقى في عندي هايبرتونيسيتي في الماسل برضو هستخدم الاكتيكال سيميليشن تو ديكريز ماسل تون. تريتمنت للنيورو ماسكولر بقى ديسفانكشنز المختلفه زي ما احنا هنشوفها ان شاء الله ثرو اوت السمستر، وايضا على مدار سنوات الكليه في الراوندز الجايه ان شاء الله. الديسيوز اتروفي والاتروفي اللي جاي نتيجه ان انا قعدت في السرير لفتره طويله وما استخدمتش ايدي او رجلي او المكان اللي عندي فيه مشكله لفتره طويله، فبالتالي خلاص بيحصلوا ديسيوز اتروفي ويبدا ان هو يدمر نتيجه عدم الحركه. برضو هنستخدم الالكتروفيزيكال ايجنتس فور بريفنشن اند ريتارديشن اوف ديسيوز اتروفي. مش بس كده، بيجي لنا بقى ناس عندهم يعني مثلا نقلوا وتر من مكان الى مكان اخر، فبالتالي احنا كده محتاجين ان احنا نعمل تاني ري اديوكيشن للمصل بتاعتنا، نعودها على الوظيفه الجديده اللي هي اتحطت فيها والمكان الجديد اللي هي والاكشن الجديد اللي هي هتعمله. الناس اللي هم عندهم يورين اند فيكال انكونتيننس وعدم تحكم في البول والبراز، برضو هنستخدم الكتروفيزيكال ايجنتس عشان نبدا ان احنا نساعدهم. مختلف الكيسز اللي احنا بيبقى عندهم ليميتيشن في رينج اوف موشن وفلكشن اكستنشن ابدكشن في ليميتيشن فيه، فبرضه احنا نستخدم الالكتريكال ستيميليشن في بعض الاجهزة عشان ترجع لنا تاني الرينج اوف موشن. اجهزة ايضا بنستخدمها علشان خاطر تزود لي السيركوليشن، وطبعا السيركوليشن عندي لما بتزيد بتساعد عندي في حاجات كتير زي ما احنا هنشوف ان شاء الله في المحاضرة القادمة. الناس اللي هي عندها ورم، اقصد يعني اوديما مش تيومر، اقصد ان هي اوديما، الناس اللي عندها اوديما نقدر ان احنا نستخدم الكتروفيزيكال ايجنتس معينه ببارامترز معينه ايضا عشان اقلل الاوديما. مش بس كده، ده احنا كمان ممكن ان احنا نستخدم بعض الاجهزه زي الاينتوفوريسز مثلا اللي هناخده ان شاء الله في الترم الجاي علشان يوصل لي دواء، يعني دراج ديليفري، فبالتالي بستخدم الالكتريكال ستيميليشن عشان اوصل ميديكيشن لمكان محدد على البيشنت هناخده ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد. كل الاستخدامات دي هي استخدامات للالكتروفيزيكال ايجنتس. طيب جميل جدا، هل بستخدم الالكتروفيزيكال ايجنت لوحدها ولا ممكن بستخدم معاها حاجه تانية؟ لا طبعا على حسب البيشنت بتاعي. تمام، يعني ايه؟ فاكرين لما كنا لسه من شويه بيتكلم على الالكتروفيزيكال ايجنتس وان هي جزء من الالكتروثيرابي، وبالتالي انا بيجي لي العيان بتاعي الاول بحدد له المشاكل، بسمع منه ايه المشكله اللي موجوده عنده، بحط البلان اوف تريتمنت بتاعتي زي ما احنا هنشوف ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه، وببدا اقول والله انا هستخدم الجهاز الفلاني والجهاز الفلاني والجهاز الفلاني والجهاز الفلاني والاكسرسايز الفلاني والفلاني، وهقسم اشوف العيان بتاعي محتاج ايه منهم وابدا احط البلان بتاعتي. فاحنا بنستخدم جهاز اثنين او اكثر من الالكتريكال ستيميليشن وبيبقى جزء من البلان او من التريتمنت بتاعنا اللي احنا بنستخدمه للبيشنت بتاعي. ادد ليه بقى حاجات تانية، ممكن تبقى اكسرسايز هوم بروجرام، حاجات تانية نضيفها للبيشنت بتاعنا. عشان اجيب نتيجة حلوة بالالكتروفيزيكال ايجنتس لازم ابقى دايما evidence based ماشي مع البحث العلمي بيقول ايه. وهنا في الالكتروثيرابي الموضوع متطور جدا، احنا كل سنة بينزل updates في parameters وابحاث كتير بتتعمل، فضروري في حتة الالكتروثيرابي بالتحديد ان احنا نبقى updated بايه؟ بالابحاث القوية اللي بتنزل، لازم نبقى evidence based يعني ابقى عارف ان انا الجهاز ده اشتغل بيه صح 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 مكان المناسب بالدوز المناسبة بالبراميترز المناسبة. هقول والله لا انا هديله انتنستي كذا، الويف فورم هتبقى عندي كذا، الوقت بتاعي اللي هديهوله هيبقى كذا، هدي بعد كده مثلا لما نشوف مثلا في الالتراسونيك هدي 1 ميجا هرتز ولا 3، يبقى البراميترز الصح
المناسبة للكيس دي، مش لأي حد تاني، للحالة دي اللي هي أكيوت سب أكيوت كرونيك البيشنت ده، المشكلة دي يبقى لازم أبقى بستخدم الجهاز بشكل مظبوط على المكان المظبوط، حط الالكترودز بتاعتي في المكان المظبوط بالوقت المظبوط، لا يبقى زيادة ولا يبقى قليل، ما استخدمش وقت اكتر من المطلوب ولا اقل من المطلوب، فما يجيبليش نتيجة. ليه؟ علشان right reason، علشان اوصل لجول سبيسيفيك، جول سبيسيفيك للبيشنت، يتارجت السبيسيفيك نيدز بتاعه العيان، يتارجت البلان اللي انا محتاجاها للعيان ده في الوقت ده. فهي خليط من البارامترز انا بحطها للعيان بتاعي عشان اتارجت النيدز بتاعته كده. لو ما بشتغل evidence based used appropriately right place right time right reason، انا كده هجيب effectiveness عالية، كفاءة عالية، اثر عالي. ومش بس كده، ده الناس كمان بدأت تتكلم على مش بس effectiveness، لا efficiency. efficiency يعني ان انا استخدم الحاجة تجيب لي كفاءة عالية بموارد قليلة، بموارد قليلة، الحاجة المظبوطة اللي ما تطولش مع العيان، ما تدفعوش فلوس كتير، ما تزودش وقت، ما تعمليش مشاكل، يبقى انا كده بجيب افضل نتيجة العيان ده محتاجها. طيب البيز بتاعت الالكتروفيزيكال ايجنتس كلهم زي ما احنا اتفقنا، كلهم فيزيكال انرجي رايحة على بيولوجيك سيستم، بيولوجيك سيستم. طيب بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي فيسيولوجيكال تشينجز، مثلا 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 ان هي هتزود لي سيركوليشن، هتزود لي البلاد فلو، هقول مثلا ثيرمال انرجي، هقول مثلا انفراريد، مثلا فور اكزامبل جهاز الانفراريد ده بيزود لي ايه؟ بيزود لي السيركوليشن، بيزود لي البلاد فلو. طيب لما هيزود لي بلاد فلو احنا بنسمي ده ايه؟ فيسيولوجيكال تشينج. يبقى هو كده بيعمل لي فيسيولوجيكال تشينجز. الفيسيولوجيكال تشينجز دي بتعمل لي ايه؟ بتوديني على فين؟ على ثيرابيوتيك بنفيت، يعني بالتارجت في الاخر الجول اللي انا محتاجاه عشان اتريت العيان بتاعي. ما احنا متفقين ان احنا عندنا تارجت احنا عايزين نوصل له، عندنا جول احنا عايزين نوصل له، فهدفي الاساسي هو الثيرابيوتيك بنفيت، الهدف العلاجي للبيشنت. فانا كده استخدمت فيزيكال انرجي على بيولوجيك سيستم، عملت لي فيسيولوجيكال تشينجز عشان اوصل من خلالها لثيرابيوتيك بنفيتس. تعالوا نقسم مع بعض هذه الانرجيز، نقسم الانرجيز بتاعتنا ونبدا نقول اكزامبلز على كل انرجي من الاجهزه اللي احنا بناخدها. يعني ناخد اجهزه بتشتغل على مختلف الانرجيز دي. احنا عندنا كم انرجي؟ عندنا في الاساس خمسه، الكترو ماجنتيك، يبقى شغاله الكترو ماجنتيك، ثيرمال يعني حراره، الكتريكال يعني كهرباء، ساوند يعني صوت، ميكانيكال يعني حركه. هم دول الخمس انواع من انواع الانرجيز اللي احنا بنستخدمه. حط بقى كل الاجهزه تحتهم، هنلاقي اجهزه بتشتغل بانرجي، وممكن نلاقي جهاز واحد شغال تو انرجيز مع بعض، مفيش مشكله تمام، لكن هيبقى مينلي في انرجي واحده شغال عليها الجهاز. عشان كده الجزء ده بالتحديد هو اللي بياكد لنا ان التيرم بتاع الكتروثيرابي قاصر شويه، لانه كلمه الكتروثيرابي يبقى هي هتستخدم عندي الالكتريكال انرجي بس، لكن احنا عندنا الكتروماجنتيك، ثيرمال، الكتريكال، ساوند اند ميكانيكال. نبدا باول جزء عندي وهو الالكتروماجنتيك انرجي. الالكتروماجنتيك انرجي في مجموعه من الاجهزه اللي شغال عليهم، زي مثلا الانفراريد راديشن هناخدها ان شاء الله في الترم ده، والالترا فايولت، اللو باور ليزر، الشورت ويف دايثيرمي، المايكرويف دايثيرمي. كل دول الكتروماجنتيك، يعني ايه؟ كهرباء وكهرومغناطيسيه.
طبعا انا يعني بحاول اترجم لكم شويه، بس متعودوش على كده كتير عشان اعرف انتوا لسه سنه تانية ترم اولاني، فبحاول الى حد ما ان انا امشي معاكم بدماغكم، لكن بعد كده ان شاء الله باذن الله الدنيا هتكون سهله جدا معانا. كمان كل الاجهزه دي احنا محتاجين نعرف بس عناوينها دلوقتي، ودي اللي احنا هناخدها على مدار السمستر ان شاء الله. لما اجي اقول مثلا عندي الانفراريد شغال بانهي انرجي، هنقول ايه؟ هنقول الكتروماجنتيك. شويه بعد شويه هنقول كمان انه ممكن ياخد معانا ثيرمال لانه بيديني حراره. تمام. طيب تعالوا بكده نبص على تاني نوع من انواع الانرجي عندنا وهو الثيرمال. الثيرمال ده احنا عندنا الحراره، يا اما حراره يا اما بروده، يعني ثيرموثيرابي يعني علاج بالحراره، او علاج بالبروده او بالثلج، كرايوثيرابي. اذا ثيرموثيرابي يعني هيت ابلكيشن، كرايوثيرابي يبقى كولد ابلكيشن. هنلاقي عندنا في بعض الاجهزه اللي احنا بنشوفها الترم ده زي مثلا انفراريد والشورت ويف، هناخدها تبقى ثيرموثيرابي، والكرايوثيرابي طبعا انتم معانا في الهيدروثيرابي هتاخدوا ان شاء الله بالتفصيل الكرايوثيرابي في الهيدروثيرابي ان شاء الله. تالت انرجي عندي هي الكتريكال. الكتريكال مجموعه من الاجهزه اللي بتشتغل عندي بالكهرباء، مين لي كهرباء، زي مثلا الكتريكال سيميليشن كارنت زي ما احنا هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل باذن الله في السمستر القادم، الباي فيدباك، وده برضو جهاز احنا بنستخدمه عشان نعمل اسسمنت ويساعد معايا في التريتمنت للبيشنت وان احنا نصلح بعض المشاكل الموجوده عنده. وده بيأكدني على فكرة ان احنا لما كنا بنتكلم على لقطة انه الاجهزة بتاعتنا بنستخدمها مش بس فور تريتمنت، لا كمان ممكن تبقى فور دياجنوزز، ممكن تبقى فور دياجنوزز. برضو من الاجهزة اللي بتشتغل بيه هذا النوع من انواع الانرجيز هي الاينتو فوريسز اللي احنا كنا بنوصل بيه دراجز للبيشنت بتاعي من خلال الكهرباء. يبقى الالكتريك استيميليشن كارنس بجميع انواعها، الباي فيدباك، الاينتو فوريسز، كل دول الانواع من انواع الالكتريكال انرجي موداليتيز. رابع انرجي عندنا هي الساوند، والساوند هناخد ان شاء الله في السمستر ده جهازين شغالين، ساوند انرجي موداليتيز، الالترا ساوند والاكسترا كوربريال شوك ويف ثيرابي. الاثنين دول شغالين ايه؟ شغالين ساوند انرجي. طب جميل، هل ساوند انرجي بس؟ لا، كمان هم واخدين معايا ميكانيكال انرجي. تمام، لكن خلينا ناخد الميكانيكال انرجي. احنا اتفقنا ان احنا عندنا كل جهاز ممكن يبقى نوع او اكتر من الانرجيز مع بعض. الميكانيكال انرجي لما نيجي نبص هنلاقي عندي مثلا الانترميتنت كومبريشن، ده جهاز بستخدمه عشان يقلل لي الاوديما، تاخدوه ان شاء الله باذن الله في الهيدرو ثيرابي. ايضا التراكشن، الاثنين دول بيعملوا لي ميكانيكال او بيشغلين عن طريق ميكانيكال انرجي، وبيبقى الوظيفة بتاعتهم ان هم يتريت البيشنت بتاعي، بس استخدام الانرجي عندي هيكون ميكانيكال. فانا كده عندي كم نوع؟ عندي ميكانيكال، عندي ساوند، عندي الكتريكال، عندي ثيرمال، عندي الكترو ماجنتيك. هي دي الانواع بتاعتي او الكلاسيفيكيشن بتاعت الالكتروفيزيكال ايجنت موداليتيز اكوردنج تو انرجي يوزد ان ات. طيب تعالوا هنتكلم على احنا كده خلصنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الجزء الاولاني والجزء الثاني من محاضرة النهاردة، فكيب سمايلينج عشان ندخل على الجزء الثالث الا وهو التشو ريسبونس تو انجري. عندي انجري حصلت لي، سبحان الله، يعني اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، الجسم مش هيقعد ساكت، لازم هيعمل مجموعة من الرياكشنز عشان الحمد لله نرجع لطبيعتنا. طبعا احنا بنستخدم بعض الأدوية، بنستخدم علاج طبيعي، بنستخدم يعني الحمد لله يعني ربنا جاعل الشفاء في حاجات كتير عشان نساعد الجسم ان هو يرجع تاني للطبيعة بتاعته. طب ايه اللي بيحصل عندي في الجسم؟ مختلف سيستمز بتوع الجسم ايه الرياكشن بتاعهم لما بيحصل عندي انجري؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، وده جزء مهم جدا. ليه؟ عشان انا بعمل تريتمنت، اذا لازم قبل ما اعمل تريتمنت للانجري لازم ابقى عارفه الانرجي، الانجري دي حصل فيها ايه، الاصابه دي عملت اختلال ايه في الجسم بتاعي، ايه حصل على مستوى السيستمز المختلف، ايه حصل على مستوى السيل، ايه المشكله اللي موجوده عندي، عشان ابدا ان انا اساعد وابقى فاهم انه والله الموداليتيز دي
بتعمل تريتمنت وبتعمل الهيلينج بتاعنا بيبقى عن طريق كذا كذا. اذا ده الجزء بقى اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. هنتكلم عن الانجري وايه اللي بيحصل في الانجري، مختلف وظائف الجسم المختلة، والجسم ازاي بيريكفر وازاي بيساعد عشان نبدأ ان احنا نتحسن. في بعض الاحيان ممكن ان احنا ما ناخدش دواء اصلا ونتحسن. الجسم عمل ايه عشان يحصل كده؟ طبعا احنا عندنا مختلف انواع للديزيزز. قد يكون مثلا احنا بنشوف ني بروبلمز كتير، ممكن نشوف عندي سبورت انجري، ممكن لو باك بين، انكل سبرين، ممكن حتى ووند. ايه اللي حصل في هذه الانجريز؟ علشان في اخر المحاضرة هنتكلم عن جزء مهم جدا جدا، وهو التشو هيلينج. ايه بيحصل عندي في التشو عشان يحصل لها هيلينج، ونبدأ ان احنا ناخد الاجهزة بتاعتنا ونوزعهم برضو في الستيجز بتاعت الووند هيلينج. ده اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله في الجزء القادم. الانجري عندي لما بتيجي على الجسم بتاعي بتأثر لي اناتوميكال، فيسيولوجيكال، باثولوجيكال، سايكولوجيكال. اذا مش بس على منطقه، على نفس المكان، لا، في كمان فيسيولوجيكال رياكشن بيحصل، في باثولوجيكال رياكشن بيحصل، في سايكولوجيكال اليمنت حصل عند العيان نتيجه هذه الانجري. فلما هاجي اصلح لازم ابقى عارف ايه اللي اختل معايا وانا هوجه العيان بتاعي لفين. فمثلا ههتم جدا بالسايكولوجيكال تشينجز لان ده جزء من الانجري، جزء من الانجري. طيب اي الماسكولوسكيليتال سيستم بتاعنا الكتريكالي اكتيف، مع الانجري البيهيفير بتاع الالكتريكال اكتيفيتي ده هيختل عندي. هيبقى وظيفه الريبير عندي ان هو يعمل لي ايه؟ يرجع لي تاني النورمال باترن في البايو الكتريك بيهيفير، يرجع لي تاني الالكتريستي الى الطبيعه بتاعتها. طبعا انتوا خدتوا ده في الفسيولوجي وهناخده ان شاء الله باذن الله بالتفصيل الممل في الالكتروثيرابي. الانجري اللي بتحصل عندي دي اللي احنا بنشوفها قدامنا دي توتال انجري، عباره عن نوعين، عباره عن جزئين، برايمري انجري و سكندري انجري. برايمري انجري اند سكندري انجري. البرايمري انجري اللي حصلت فعلا، الاساسيه اللي موجوده عندي، البدائيه اللي فعلا هي سبب المشكله اللي موجوده، اللي اثرت لي على الاستراكشر او الفانكشن بتاعه التشو، يبقى دي بسميها ايه؟ بسميها برايمري انجري. وهنا سبحان الله يعني الخلل الوظيفي ده هيأثر على الميكانيزم النورمال بتاع البالانس بتاع السيستم. احنا بنسميه ايه؟ هوميوستاتيك ميكانيزم. تمام؟ اذا اثر لي او عمل لي اختلال في ايه؟ في الهوميوستاتيك ميكانيزم. اذا دي ايه؟ البرايمري انجري. برايمري انجري دي ما بتقفش عند هذا الحد، ده انجري موجودة، الجسم بيرياكت، فهيحصل لي سكندري انجري في السيلز القريبة ليها. اذا ما بقتش بس على قد الحتة اللي فيها مشكلة، لا، اللي جنبها كمان هيحصل فيه اختلال في الوظيفة. ليه؟ لانه زي ما احنا هنشوف دلوقتي الجسم بيرياكت بمجموعه من التشينجز اللي بيحصل، فبيبقى عندي ديفيشنسي في الانزيماتيك اكشن والميتابوليك ديفيشنسي. الميتابوليك ديفيشنسي المسؤول عن الاكسجين سبلاي والانرجي بتاعه الجسم، فبيبقى عندي سيكندري انجري في السيلز المجاوره للاماكن اللي حصل فيها برايمري انجري. فانا عندي توتال انجري، لازم دماغي تبقى كبيره. انا مش بس عندي المكان ده اللي انا عايز اعالجه، ده انا عندي مكان فيه مشكله، وعندي سيكندري انجري نتيجه الانزيماتيك رياكشنز والميتابوليك ديفيشنسي اللي حصل عندي. فحصل عندي في الادجاسنت سيلز حصل فيهم سيكندري انجري، يعني انجري ثانوي. ايه انواع الانجريز اللي عندنا؟ ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي انجري؟ ايه الاسباب؟ لما نيجي نبص عليهم هنلاقي يا اما سبب فيزيكال، يا اما ميتابوليك، يا اما بيولوجيك، يا اما كيميكال. هي دي انواع الانجريز او اسباب الانجريز اللي ممكن توصل لنا العيان بتاعي لفعلا اصابه.
اما فيزيكال ايجنت زي مثلا بسبب فيزيكال فورس، حد اتحرق ربنا يعافينا رب استرها معانا جميعا، راديشن اتعرض ليه فيعمل لي فيزيكال ايجنت. ممكن حد مثلا الفيزيكال فورس دي زي ان حد يخبط حد، انه سكينه تقطع ايد حد and so on. دي اسمها ايه؟ فيزيكال ايجنتس. ممكن تبقى ميتابوليك، نقص اكسجين، فاحنا بنسميه هايبوكسيا، او نقص مثلا في البلاد سبلاي بنسميه اسكيميا، نقص بلاد سبلاي، فدي ايه؟ ميتابوليك. طيب ممكن تبقى بيولوجيك زي البكتيريا، الفيروس، الفطريات، دي كلها بيولوجيك ايجنتس تعمل لي انجري. ممكن تبقى كيميكال بقى، الاسيدز، الجازز، الاورجانيك سولفنتس، اندوجيوس مثلا كيميكالز موجوده، كل دي تعمل لي برضو اصابه. فانا عندي فيزيكال، ميتابوليك، بيولوجيك، وكيميكال ايجنتس بيعملوا لي اصابه. تعالوا نتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا لما بتعرض لاصابه بيحصل عندي ايه؟ سيركل كده بتلف معايا، سميها pain cycle، primary pain cycle، pain cycle، تمام؟ ومعاهم شوية changes بتحصل على مستوى الجسم. ده اللي بقى احنا هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. ما هي pain cycle؟ زي ما انتم شايفينها كده بالظبط، دي pain cycle، صديقتنا الصدوقة اللي هتشوفوها معانا في كل مكان وهتلاقوها معاكم في كل سمستر منورة. طيب ايه بيحصل عندي في هذه البين سايكل؟ زي ما انتم شايفين كده سريعا، يعني طبعا هنتكلم عن ده بالتفصيل دلوقتي. بدايه بتبقى بين، حد بيشتكي من بين، كتفه بيوجعه، البين ده كبروتكشن وجاردنج ماسل سبازم، بيحصل ان الجسم بيرياكت لده ان هو يحافظ على المكان، فبيبدا يحصل عندي ماسل سبازم، تقلص في العضلات. التقلص بتاع العضلات ده اكيد هيؤدي عندي ان هو يعمل لي ريستريكشن للموبيليتي، يقل الرينج اوف موشن بتاعي، لان انا كده ما بتحركش، انا خايف اتحرك لان انا عندي بين. طيب ده هيعمل لي ايه؟ عدم الحركه ده هيعمل لي ماسل ويكنس طبعا، ما العضلات ما بتتحركش. طيب احنا في الاخر ده هياثر لي على ايه؟ هياثر لي على الوظيفه بتاعه العيان، لانه الحركه كده مش موجوده، فهنلاقي مش قادر يسرح شعره، مش قادر ياخد شاور بنفسه، مش قادر يمشي، كل دي loss of normal function. طبعا هذا الاختلال في الوظيفه لابد وحتما ان يؤثر على نفسيه العيان بتاعي، فلاقيه محبط وزعلان وحزين، وايضا هذا الاحباط وهذا السايكولوجيكال امبيرمنت الموجود عندي لابد وحتما انه يرجع تاني يزود لي البين. فشايفين كده البين عندنا عمال رجع تاني، والبين اللي موجود هيزود لي المصل سبازم، هيعمل لي انفلاميشن، هيقلل لي الموبيليتي، يقلل لي الرينج اوف موشن، يعمل لي ماسل ويكنس، يقلل لي الفانكشن، يعمل لي ديسفانكشن للبيشنت بتاعي، ويخليه يزعل اكتر واكتر ويتضايق اكتر واكتر، وبالتالي البين يفضل يزيد ويزيد كمان وكمان، وهكذا بتفضل السيركل بتاعتي دي مكمله معايا. بسميها ايه؟ بسميها بين سيركل. والبين سيركل مهمه جدا جدا جدا. اذا انا عشان اعالج العيان بتاعي محتاج ان انا اكسر كل السيركل دي من جميع الجوانب بتاعها. بين اقلله، سبازم اقلله، رينج اوف موشن ارجعه، ماسل ويكنس ابدا ان انا اشتغل عليه واقوي العضلات، فانكشن ارجعها للعيان بتاعي وترين البيشنت في الفانكشنز اللي هو فعلا محتاجها، سايكولوجيكال امبيرمنت اخلي العيان بتاعي افهم ان هو عنده مشكله وابدا ان انا اساعده نفسيا في ان هو يتخطى هذه المشكله، طبعا كجزء من البلان بتاعتي، لكن اكيد هذا التخصص ليه ناسه. لكن احنا دايما لما بيجي لنا العيان بيجي لنا احنا بنشتغل عليه من جميع النواحي، فلازم اراعي كل التشينجز اللي حصلت عندي نتيجه هذا البين. تعالوا ناخد الكلام اللي احنا قلناه ده زي ما هو موجود عندكم في النوت علشان تبقوا انتوا برضو مطمنين، ما تحسوش ان احنا بنقول كلام تلاقوا كلام مختلف عندكم في الكتاب. اول حاجه بتحصل عندي انا لما بتعرض لاي الم، اكيد 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 حاجه مثلا شمعه وهتحرقني، فبعمل ايه اول حاجه؟ بوذرو، ابعد عن هذا السورس اوف بين او سورس اوف انجري. فاول حاجه الوذرو الميكانيزم اللي انا باخده علشان انا اتخبطت، عشان انا هتلسع and so on. تمام. طيب ايه تاني بيحصل عندي؟ المصل سبازم. احنا قلنا ان احنا المصل سبازم ده جزء ربنا ادهولنا او ميكانيزم ربنا ادهولنا علشان ما يحصلش فيه عندي حركه في المكان، وبالتالي يحصل عندي ايه؟ يحصل عندي هيلينج، فهي سبحان الله بتبريفنت الفيردر دامج نتيجه البين اللي كان موجود عندي.
السبازم ده لما يفضل موجود عندي لفترة طويلة، ده كده انا عندي عضلة يعني فيها تقلص مقفولة. هتقفلي على ايه؟ هتقفلي على بلاد فيزلز الموجودة. طب البلاد فيزلز دي ماشية ايه فيها؟ ايه فيها؟ الدم، فيها سيركليشن. فبالتالي كده السيركليشن يحصل لها ايه؟ هتقل عندي. طيب والتيشوز كده مش هيروح لها بلاد سبلاي كافي، فيحصل فيها اسكيميا. اسكيميا نتيجة ايه؟ نتيجة الكمبريشن بتاع البلاد فيزلز. طيب الكمبريشن ده هيقف عند هذا الحد؟ لا، ده انا عندي بلاد سبلاي مش ماشي، كمان برضو انرجي كده مش رايحة للسيلز، والويست برودكتس اللي موجودة عندي في السيلز مش هتعرف تخرج، ده الدنيا مقفولة. فبالتالي كمان هتعيق عندي الريموفال بتاع الميتابوليك ويست برودكتس اللي موجودة عندي، وبالتالي انا كده عندي ويست برودكتس موجودة عندي في نفس المكان، فهتعمل لي ايه؟ هتعمل لي بين ايضا، بس البين ده جاي نتيجة الكمبريشن بتاع السيركوليشن ونتيجة المصل سبازم. عشان كده بنقول انه الاسباب كتير جدا. طيب ده هيعمل لي ايه؟ تجمع. يعني انا كده هبقى رايحه على ايه؟ السيركوليشن عندي واقفه، الليمفاتيك سيستم مش شغال عندي بشكل كويس، وبالتالي هيحصل عندي زي ما احنا شايفين كده اوديما. اوديما والاوديما في حد ذاتها هتعمل لي برضو بين، وهتعمل لي ماسل سبازم كمان، السورسز عماله تزيد معايا. طيب الجسم هيرياكت لده بحاجه مهمه جدا، بالريليز بتاع الكيميكال ميدياتورز. طبعا الكيميكال ميدياتورز دول نحفظهم زي اسمنا لان احنا نحتاجهم كتير طول السمستر. والكيميكال ميدياتورز دول ايه هم؟ الهستامين، البروستاجلاندين، البراديكاينين، السيروتونين، سبستانس بي، سايتوكينز. كل دول كيميكال ميدياتورز هيروحوا برضو يسنسيتايز النوزيسبتورز المسؤولين عن الألم، فالعيان بتاعي يحس ببين نتيجة الريليز بتاع الكيميكال ميدياتورز دول. تمام؟ فدول اندوجينس بين بروديوسينج سبستانسز هيخرجوا نتيجة الانجري اللي موجودة عندي، هيروحوا يضغطولي او يسنسيتايز يشغلوا عندي النوزيسبتورز. النوزيسبتورز هم الريسبتورز المسؤولين عن البين، الاحساس بالالم. تمام؟ طيب ده انا كده عندي بين وعندي اوديما وعندي مصل سبازم والدنيا مكعبله معايا جدا، الفانكشن بتاعتي ايه؟ هتختل بتاعه البيشنت. تمام؟ وبالتالي هنكمل بقى الايه السيركل بتاعتي دي بحاجه مهمه جدا، وهي انه الجزء الخاص ب الجسم نفسه هنلاقي عندنا acute inflammatory response. acute inflammatory response الجسم حالته دلوقتي ايه؟ ده انا عندي inflammatory response. احنا كل ده بنقوله علشان نقول البين سايكل عمل لي ايه؟ عمل لي inflammatory response في الجسم. هناخد دلوقتي inflammation ونعيش حياتنا معاه ونشوف الانفلاميشن ده بيحصل فيه ايه. بس هنمشيها بس خطوه بخطوه عشان ما نتلخبطش. طيب هل كده كل اللي احنا قلناه ده جميل وحلو وامور، فانكشنز اختلت وبين وسبازم وليميتيشن في رينج اوف موشن و الى اخره، الدنيا هتقف على كده؟ لا. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. هنا بقى عندي سيستميك ليفل تشينج على مستوى الجسم كله. السمباثيتك كومبوننت بتاع الاوتونوميك نيرفس سيستم هيشتغل معاه حلو جدا، هيعمل لي فايت فلايت رياكشن اللي احنا عارفينه، ده السمباثيتك شغال، ده انا عندي بين. فهلاقي عندي الهارت ريت هيزيد، العرق عندي هيزيد، اكسبانجن للبرونكيولز بتاعتي، البيوبلز بتاعت العين هلاقيها متسعه. مش بس كده، ده انا هلاقي عندي في شونتنج للبلاد من السكن والدايجستيف سيستم عشان يروح لمين؟ للمصل والبرين. تمام؟ فانا كده عندي في كمان اختلال في السيركوليشن. الحركه بقى بتاعه البريستالسز هتتاثر معايا، فهلاقي عندي العيان كمان عنده كونستيبيشن. تمام؟ السفنكترز كلها هلاقيها مقفوله، هلاقيها مقفوله.
فاحنا لما بنشوف كده، لما بنتشد او بيبقى عندنا بين، بنلاقي ان احنا كل حاجه مقفوله، سمباتيك سيستم، سمباتيك نيرفس سيستم شغال معايا، اكتيفيتد فايت اند فلايت، فكل الرياكشنز دي اتعملت معايا كجزء سكندري للبين اللي موجود، لانه الجسم كله حته واحده حته واحده. تمام، دي كلها تشينجز حصلت معايا بسبب البين، بسبب الانجري اللي موجوده، اللي احنا بنسميها برايمري بين سايكل، والتشينجز اللي حصلت نتيجه هذا البين اللي كان موجود عندي، او هذه الانجري اللي موجوده. تاني بصوا، احنا هنكرر النهارده حاجات كتير قوي، بس عشان احنا بنذاكر مع بعض، والاهميه الجزء ده في ان هو بيزكس مهمه. بين هيعمل لي مصل اسبازم، المصل اسبازم ده هيعمل لي انفلاميشن، انفلاميشن هيعمل لي ريستريكشن للموفمنت، وبالتالي ده هيأثر لي على المصل، هيعمل لي مصل ويكنس، هيأثر لي على الفانكشن، هيعمل لي لوس اوف نورمال فانكشن، وهيخلي البيشنت بتاعي حزين ومتوتر ومضغوط وديبرست، وطبعا ده هيروح يزود لي البين اكتر، وتبدا السيركل دي تمشي تاني 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 تاني، وتالت تالت 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 تالت، وتفضل السيركل دي شغاله عندي. لكن الحمد لله على قد ما الدنيا غميقة وكالحة، إلا إنه أكيد 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 في رحمة هتنزل، في حاجة حلوة هتطلع، في وردة بيضة هتطلع من وسط هذا الظلام الدامس. أكيد هيبقى في عندنا حل، أكيد ربنا مش هيسيبنا كده، وأكيد هيبقى في عندي رياكشن من الجسم بتاعي علشان يرياكت تو ذس انجري. وهنا بقى هندخل على الجزء اللي بعده، لكن كفاصل كده، فاصل بما ان احنا يعني دكاترة السلام وجايين بقى اللي هو الملايكة كده اللي هو بيساعدوا البيشنت والحاجات دي، فالرسالة اللي احنا هنقولها بقى دلوقتي ان احنا ايه، نغرس شجرة النهاردة، عشان الشجرة دي هي دي اللي احنا نحتاجها بكرة. يعني ربنا يجعلنا يا رب جميعا من أصحاب الأثر الطيب، ويقوينا جميعا إن شاء الله إن احنا كلنا نقوم بالرسالة اللي احنا كلنا دخلنا الكلية عشانها، واللي احنا كلنا عايزين نوصل لها إن شاء الله. طيب ندخل بقى على الجزء بتاع التشو هيلينج، اللي احنا محتاجين ان احنا نبقى فاهمينه كويس قوي عشان نشتغل حلو، عشان وأحسن، وإن الله يحب المحسنين. تعال نشوف ماذا يحدث في التشو لما بيحصل فيها انجري، بتهيل ازاي، ايه البروسس دي، بتمشي ازاي البروسس دي، بتمشي ازاي، ازاي يحصل عندي تشو هيلينج، ايه الخطوات او ايه المراحل اللي بتعمل لي هيلينج في التشوز، لان خلاص انا حصل لي انجري. هنا طبعا لازم نمشي سريعا على الستراكشر بتاع السكن، وان انا عندي ايبيدرمس، طبعا انتوا خدتوا ده بالتفصيل، ثم ديرمس، ثم هايبوديرمس اللي هي السبكوتانيوس لير. ونتكلم دلوقتي بقى على الريبير. انا دلوقتي حصل لي انجري، حصل لي ووند، حصل لي مشكله موجوده، ايه اللي بيحصل عندي في الهيلينج، ايه اللي بيحصل عندي في الريبير. في كتب بتسميها تشو ريبير. يعني ايه ريبير اصلا؟ الريبير هو البروسيس اللي بتحصل عشان تعمل ريبليسمنت للديد او الدامجد سيل بهالثي وانز. عندي خلايا حصل لها اصابه وماتت، محتاجين احنا نعملها ريبليسمنت بهالثي سيلز، هي دي اللي احنا بنسميها الريبير او التشو ريبير، ريبليسمنت للديد اور دامجد سيلز بهالثي وانز. في الحقيقة ان الريبير ده هو سيكونس من hundreds of events، مجموعة events ماشية بالترتيب وبالأوفرلاب في نفس الوقت. يعني بنقول ان هم اربع مراحل بيسلموا بعض، لكن الاربع مراحل شغالين مع بعض، تمام، جواهم تفاصيل كتير جدا، ماشيين، ده بيعدي، ده بيدي، ده مهم عشان ده، عشان ده، زي ما احنا هنشوف دلوقتي، لكن هما ايضا بيأوفرلاب مع بعض، بيحصلوا مع بعض علشان يساعدوا البيشنت او الجسم بتاعي ان هو يرجع ليه الفانكشن بتاعته،
وبالتالي هم بي overlap at the same time in different parts in damaged cell. فتلاقوا الجسم كله بيرياكت مع بعضه as a one unit, vascular system, cellular system, hormonal system, immune system, كل دول هيشتركوا مع بعض عشان يرجعوا لي الفانكشن, عشان يحصل هيلينج, عشان يحصل تشو ريبير. تمام. طيب ايه بقى هيحصل عندي؟ يحصل عندي طبعا انا بيبقى عندي مثلا جرح بيلم بيه اسكار تشو يريبليس الدامج تشو اللي هم حصلوا عندي. السكار تشو ده في بعض الحالات لما بيرجع ما بيرجعش للطبيعي بتاعه 100%, مفيش حاجه بتتكسر كده بترجع تاني يعني, ربنا يا رب يعافينا يا رب. لا, احنا الماكسيمم تنسايل سترينث السكار تشو بيرجع له بيبقى من 70-80% من النورمال تشو بتاعنا. الفاسكولاريتي ما بترجعش 100%. تمام. الفانكشن ممكن ما ترجعش 100%. الموفمنت بتكون ريستريكتد نتيجه السكار تشو الموجوده. حتى الشكل نفسه لما بنشوف الجروح بيبقى الشكل نفسه كمان متغير. تمام. ده لما يبقى في عندي بنتكلم على ووند هيلينج. احنا دلوقتي مش بنتكلم بس على الووند هيلينج, احنا بنتكلم على كله, بس بنتكلم هنا لو عندي ووند والووند ده هيهيل عندي بسكار تشو. السكار تشو ده بيبقى الهدف بتاعي ان انا ارجع ل 70-80% من الماكسيمم تنسايل سترينث بتاع السكار تشو. لازم ابقى عارف ان في حاجات دامج اوريدي بالفعل حصل عندي. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تعالوا بقى نتكلم على البروسيس بتاعت الهيلينج. تعالوا نتكلم على الريبير فيزز. احنا قلنا ان هم مجموعه من الفيزز بتشتغل بالترتيب ورا بعض, لكن هم برضو بي اوفرلاب مع بعض. اربع مراحل اساسيه, في بعض الكتب بتخليهم ثلاثه, انا بس بحب التفاصيل الصراحه, وايه قلت برضو ما سيبش في نفسويتكم اي حاجه, خليهم اربعه عشان نبقى عارفين ان في عندنا يعني 1 2 3 4, فبرضو ما ننساش حاجه. اول مرحله عندي بسميها هيموستاسيس. طب تاني مرحله انفلاماتوري ستيج, في بعض الكتب بتقول رياكشن فيز. طب والثالثه بروليفريشن, في بعض الكتب بتقول فايبروبليجيا, او في بعض الكتب بتقول ريبولدنج فيز. رابع مرحله عندي هي الريمودلينج او الماتوريشن فيز. تاني هيموستاسيس فيز, انفلاماتوري او رياكشن فيز, بروليفريشن, فايبروبليجيا, ريبولدنج فيز, وريمودلينج او ماتوريشن فيز. عايزه اسالكم مبدئيا كده, تفتكروا ما هي الفروقات ما بين كل مرحله والتانيه من خلال الاسم؟ يعني احنا من خلال الاسم بتاعنا هنبقى عارفين ايه الفرق ما بين مرحله ومرحله تانيه. يعني قولوا لي كده, لما سمعتوا هيموستاسيس حسيتوا بايه؟ لما بنقول انفلاماتوري او رياكشن فيز ايه المشكله عندي؟ البروليفريشن ايه اللي بيحصل فيها؟ الريمودلينج او الماتوريشن حسيتوا بايه كده واحنا بنقول الكلمه؟ يلا نفكر كلنا مع بعض. طيب برافو عليكم كلكم, صح؟ انا حاسه ان انتوا كلكم بتقولوا كلام مظبوط. اول حاجه الهيموستاسيس, هنا استاسيس بتحصل. يعني ايه؟ انا عندي دلوقتي عيان اتخبط الجرح ففي بليدنج. اول حاجه بيحصل ايه عندي في اول فيو سكندز لحد سيفرال مينتس؟ البليدنج ده بيقف, فدي المرحله اللي احنا بنسميها هيموستاسيس. تمام. دي مرحلة الايه؟ اول مرحلة عندي الامرجنسي اللي بتحصل عندي ان البليدنج عندي يقف. دي اول فيز بتحصل عندي في الريبير, ان انا عندي بليدنج فيحصل عندي ايه؟ الريست للبليدنج. ودي بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد من ثواني معدودة لمينتس, خلاص البليدنج بيقف.
خلاص. بتبقى برضو الامرجنسي دي او الفيرست ايد فيها ان انا اوقف البليدنج بتاعي. يبقى دي اول مرحله عندي. طب تاني مرحله، مرحله ايه؟ انفلاماتوري او رياكشن فيز. اذا هنا انا هتكلم بقى على الانفلاميشن بقى براحتي، انفلاميشن براحتي، رياكشن للي حصل. وده مرحله مهمه جدا 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 عندي، لانها هتسلم لي المرحله اللي بعدها. لو مش موجوده كويس يبقى اللي بعدها هتتاثر. وبالتالي لازم ابقى عارف الانفلاماتوري ستيج دي فيها ايه، وابقى عارف ازاي اقللها. يعني انا مش همنعها تماما لانها مهمه، لكن ازاي، لان هي جزء من البروسيس بتاعتي زي ما احنا قلنا هم مسلمين بعض وبيأوفرلاب مع بعض، تمام. اذا لازم ابقى عارف ازاي اقلل المرحله دي فما تطولش عندي، فما تطولش عندي عشان تسلمني للمرحله اللي بعدها المهمه جدا في الريبير اللي هي البروليفريشن او فايبروبلاجي او ريبيلدنج، تمام. وبالتالي الانفلاماتوري او الرياكشن اسمها رياكشن فيز، دي بتبريبير الووند عندي فور هيلينج، او بتبريبير التشو عندي فور هيلينج. دي تقريبا تقريبا بتاخد 3 ايام تقريبا. طبعا احنا عندنا كل ديزيز الكرونيستي بتاعته بيكون مختلفه، يعني دور البرد اكيد الكرونيست بتاعته مختلفة عن حد يكون واقع على رجله، مختلفة عن حد يكون حصل له جرح في كذا، مختلفة عن حد اتحرق ربنا يعافينا يا رب واسترها معانا. لكن احنا بنحط رينج تقريبا، رينج تقريبا، تمام. في طبعا اب اند داون، في كتب بتزود بتقلل، لكن الموضوع عندنا رينج 3 ايام. اول 3 ايام من الاصابة هي دي اللي احنا بنسميها انفلاماتوري او رياكشن فيز، دي الاكيوت ستيج اللي موجودة عندنا، تمام. ودي مرحلة مهمة جدا علشان المرحلة اللي بعدها. تالت مرحلة هي البروليفريشن، فايبروبليجيا، ريبيلدينج فيز. ريبيلدينج ده انا هنا بقى ايه، بعيد البناء، بساعد الجرح عندي ان هو يمسك نفسه، بساعد التشو ان هو يتعافى، بعمل ريبيلدينج للدامجد ستراكشرز، بعمل سترينثينج للووند بتاعي، بعمل بروليفريشن. بروليفريشن يعني زياده، تكاثر، زياده. فايبروبليجيا ان انا ابدا بقى احط الايه، الفايبروبلاست كده تترتب كده حلوين جمال ويعملوا لي كولاجين، املي بقى، ارتب، اقفل الووند بتاعي، اظبطه، اقويه عشان اعمل المرحله الحلوه دي. بتاخد معايا تقريبا، احنا قلنا 3 ايام في الانفلاماتوري، هنا هيبقوا كام؟ 3 اسابيع تقريبا، يعني من 3 ايام ل 20 يوم تقريبا. بس انا بحب رقم 3 عشان نثبته، فيبقى 3 ايام انفلاماتوري، 3 اسابيع بروليفريشن، 3 من 3 اسابيع فما فوق هيبقى مرحله ريمودلنج. طب ايه بيحصل عندي في البروليفريشن؟ اربع حاجات اساسيه. بصوا الحاجات دي لازم نحفظها زي اسمنا ونفهمها برضو زي اسمنا، عشان هي اساس للي بعد كده. كل ده يتظبط دلوقتي، نمشي بعد كده بقى احنا ايه، ما بنكترش كتير على بعض، بنقول الكلمه خلاص كلنا متفقين عليها، بنقول الموداليتي دي بتشتغل على كذا، بتعمل كذا في الوند هيلنج، نبقى عارفين ان احنا فين والساعه كام وايه اللي بيحصل فيها، ما نبقاش احنا ايه طول الوقت يعني بنرجع تاني. فنذاكرها كويس قوي، نفهمها كويس جدا، عشان كده انا حاطه لكم تفاصيل النهارده كتير جدا في المحاضره، يمكن مش كلها موجوده عندكم في النوت، بس عشان نبقى فاهمين حلو. فلما هنفهم كلنا ان شاء الله باذن الله هنستفيد ونقدر ان احنا نفيد البيشنت بتاعنا. ايه بيحصل عندي في المرحله بقى اللي هي التاهيليه دي، اللي فيها ريبيلدينج وفيها سترينثينج للووند؟ اكيد طبعا اول حاجه ايبيثلايزيشن، انه الجرح نفسه يبدا يلم عندي، الابيثيليال تشو يبدا يقفل عندي الووند بتاعي، يتكون ابيثيليوم تشو يقفل لي الووند. طيب ايه كمان محتاج هنا في المرحله دي؟ بلاد سبلاي، فيحصل عندي ريفاسكولاريزيشن، لان انا اصلا بلاد سبلاي قل، فهنا في التشو هيلينج لا هيرجع تاني البلاد فلو يزيد عندي. انجيوجينيسيس، هنشوف يعني ايه الانجيوجينيسيس، يبدا يتكون عندي بلاد فيزلز جديده وبرانشز انستموزز، يروح عشان يزود لي البلاد سبلاي اللي رايح للمكان ده عشان يحصل عندي هيلينج كويس. طب ايه كمان عندي في المرحله دي؟ هيحصل فايبروبلاجيا وكولاجين سينثيز، اللي هي ايه، كولاجينايزيشن، تمام، مرحله الكولاجين سينثيز. طبعا ده الكولاجين ده بتاع السترينث، ده الكولاجين ده الجميل الامور اللي هيديني القوه بتاعه التشو.
فدي عشان كده احنا قلنا هي مرحلة الايه الريبولدنج. اخر حاجة عندي في هذا النطاق ووند كونتراكشن، يبدأ الووند بقى يكونتراكت كده على بعضه ويلم عشان يتقفل لجوه عشان يتقلص عندي. تمام، طبعا هناخد ده كله بالتفصيل بس تبقوا عارفين برضو العناوين الأساسية دلوقتي كده، وواحدة واحدة ان شاء الله ناخدهم بالتفصيل. يبقى انا كده عندي اول مرحله هيموستاسيس، ثاني مرحله انفلاماتوري او رياكشن فيز، ثالث مرحله بروليفريشن فايبروبليجيا ريبولدنج من 3 ايام ل 3 اسابيع، اخر مرحله عندي هي ريمودلنج او الماتوريشن. ريمودلنج ماتوريشن ده احنا بقى في عندنا ماتوريتي كده والدنيا خلاص كبرت ونشفت واتظبطت، وريمودلنج يعني ري شيبنج خلاص كده الدنيا ايه بتتحسن معايا جدا، والجرح مش بس بيلم ده بيلم وبيلم بالشكل المظبوط، وبيحصل فيه ريمودلنج للكولاجين فايبر زي ما احنا هنشوف يتسرحوا كده بدل ما هما متبعترين عشان نرجع تاني للفانكشن الطبيعيه بتاعتنا. بتبدا طبعا من 3 اسابيع والمرحله ديت مستمره، ممكن تاخد 6 شهور رينج لكن ممكن تستمر عندي لسنوات وسنوات في مرحلة الريمودلينج أو الماتوريشن فيز، واسمها خلاص ريمودلينج ماتوريشن. إذا خلاص ما عادش عندنا حاجة تاني غيرهم، فهم 4 مراحل: هوميوستيزز في الأول خالص عشان نوقف البليدينج، انفلاماتوري أو رياكشن فيز مرحلة مهمة جدا بتبريبير الووند للمرحلة اللي بعدها اللي هي البروليفريشن فايبروبليجيا ريبولدينج اللي بيحصل فيها إبيثاليزيشن وبلاد سبلاي ريفاسكولاريزيشن أنجيوجينيسيس وفايبروبليجيا كولاجين سينثيسيس وووند كونتراكشن عشان تقفل وتقوي لي الجرح بتاعي وتساعد عندي في الهيلينج، عشان نقفل باخر مرحله عندي اللي بتستمر معايا لفترات طويله وهي الريمودلنج او الماتوريشن فيز. ادي الجراف بتاعي زي ما انتم شايفين كده في الجراف، انا حاطه الجراف ده عشان حاجه مهمه جدا الا وهي ان احنا عندنا ايه لما بنقول الهوميوستاسيس بتحصل على طول سكندز مينتس، بتيجي بعدها الانفلاماتوري ستيج بتاخد معايا هنقول 3 ايام، بعد كده البروليفريشن، بعد كده الريمودلينج. تمام، زي ما شايفين كده في اوفرلاب ما بينهم، يعني مش بقول دلوقتي خلاص 3 ايام يلا بقى انفلاماتوري ستيج خلصت يلا احنا دلوقتي في البروليفريشن، لا هم شغالين في جزء اوفرلاب مع بعض. تمام، نفس الكلام برضو ما بين البروليفريشن والريمودلينج، فنبقى عارفين ان انا عندي تتابع في الخطوات كلهم بيسلموا بعض لكن في ايضا اوفرلاب موجود عندي. ناخد بقى كل مرحله من المراحل اللي احنا قلناها دي، نركز تاني على التايمينج بتاعها وايه اللي بيحصل فيها، العيان بيجيلي بايه، ساينز اند سيمتومز. ساينز وسيمتومز يعني سيمتومز هو جاي بيشتكي لي والله انا عندي بين، ده معناها سيمتوم مثلا فور اكزامبل. ساينز انا ببدا بقى اشوف واكزامن البيشنت بتاعي ويعني يبقى الاقي عنده فايندنجز معينه فاقول ان دي ساينز بتاعه البيشنت او ديزيز ده او المرحله دي. فاحنا هنا هناخد الساينز اند سيمتومز الخاصة بكل مرحلة من ال4 مراحل، وأيضا آخر حاجة عندي هي المانجمنت إزاي أتعامل معاها، سواء كان هنعدي سريعا جدا على الجزء الميديكال لكن هنركز قوي على الجزء بتاعنا كفيزيوثيرابي، سواء كان الجزء بتاعنا ده إلكتروثيرابي أو سواء كان برضو مانيوال أو ثيرابيوتيك إكسرسايز، لأن هي لن تتجزأ بس هناخدها كده إن بريف نبقى عارفين انه ايه اللي ممكن هو يتعمل في خلال هذه المرحلة بما يتناسب مع المشاكل الموجودة عندي، الساينز والسيمتومز اللي هلاقيها على العيان والتشينجز والإيفنتس اللي هتحصل في البيشنت بتاعي. نبدأ بأول مرحلة عندي وهي الهوميوستيزز. الهوميوستيزز ما فيش فيها كلام كتير، احنا تقريبا قلناها هي امرجنسي الجسم بيعملها مباشرة عشان يبريفنت الهيموريج والبليدنج اللي موجود عندي، فهي كاركترايزد باي الريسك للبليدنج في الووند سايت. طبعا زي ما قلنا ان هي بتاخد سيفرال سكندز لسيفرال مينتس، والهوميوستاتيك ميكانيزم الانيشيال عندي ان بيحصل عندي ايه عشان اوقف البليدنج ده، بيحصل عندي فازوكونستريكشن بلاد فيزل يحصل لها كونتراكشن، يحصل لها فازوكونستريكشن تنقبض عندي، فده الانيشيال هوميوستاتيك ميكانيزم. طب ايه السكندري اللي بيحصل برضو معاه؟ الكواجوليشن او التخثر بتاع الدم اللي موجود، فانا عندي فازوكونستريكشن وكواجوليشن اند او بلاد كلوتينج. يبقى دي اول مرحله عندي، وزي ما قلنا انه دي بتبقى نورمال ميكانيزم كده الجسم بياخدها بسرعه عشان يوقف لي البليدنج، فدي اول مرحله
موجودة عندي في الجزء بتاع التشو هيلينج، وهي الهوميوستاتيك فيز. طيب نيجي بقى للمرحلة التانية الجميلة اللي احنا هناخدها بالتفصيل الممل، لان احنا ما اكثر البيشنتس بيقولنا عندهم انفلاميشن، هي المرحلة بتاعت الانفلاماتوري او الرياكشن فيز. ماذا يحدث في هذه المرحلة؟ ايه الساينز والسيمتومز بتاعتها؟ وهعمل لها ايه؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. طبعا دي المرحلة التانية، انا هكرر لكم السلايد دي كذا مرة عشان تبقى دايما قدام عينينا. انفلاماتوري رياكشن فيز اللي بتبريبير الووند فور هيلينج، وبالتالي احنا كده عندنا فيز تقريبا هتاخد معايا 3 ايام لحد 72 ساعة. ما هي وظيفة الانفلاماتوري ستيج؟ احنا قلنا الانفلاميشن ده مهم وجميل، ليه 3 وظائف اساسيين. في كتب بتقول ان هم 2، لكن يعني في كتب بتزود، او في كتاب لقيته مزود يعني حاجه كمان، فحبيت برضو ان انا اديكوا التفاصيل. يعني انا بشكل عام ببقى حابه ان انا ابص على كل كتب الالكترو، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله لو مسكتوا اي كتاب في اي وقت مهما كان يعني الكتاب بتفاصيله، ان شاء الله باذن الله مش هتحسوا ان انتوا في حاجه غريبه عليكم ان شاء الله ابدا باذن الله. طيب اذا ايه هي وظائف بقى الانفلاماتوري ستيج المهمه دي؟ في وظيفتين اساسيين وفي وظيفه احنا كده كده قلناها، تمام. الوظيفتين الاساسيين بتوعها هي ايه؟ هي ان هو وظيفه الدفاع، وظيفه الدفاع زي ما انتم شايفين كده دفاع. فالانفلاماتوري ستيج ليها وظيفة دفاع زي ما احنا هنشوف دلوقتي، الماكروفاجز والاميونيتي اللي بتتحسن عندي عشان تروح تحارب الفورين بوديز اللي موجودة، تحارب الانفكشن اللي موجود عندي. فأول وظيفة عندي هي to defend the body against foreign substances، وهذا هو الشكل بتاعها عشان يبقى قدام عينيكم. تاني حاجة عندي، تاني وظيفة مهمة جدا، to dispose dead and dying tissue عشان الريبير يحصل. يعني عشان نكمل بقية الريبير دي لازم المكان ده ينضف، عمال نضافة. فبالتالي تيجي الانفلاماتوري ستيج عشان تنضف السيلز الميتة وتنضف الانفكشن اللي موجود عشان الريبير والستيجز الجاية تشتغل، تمام. فهي وظيفة أول حاجة ديفنس ميكانيزم، تاني حاجة ديسبوزل للداد والداينج تاشو عشان الريبير يحصل، وبالتالي تالت حاجة بقى عندي هي الريكروتمنت بتاع الاندوثيليال سيلز اند فايبروبلاست. لو فاكرين المرحلة التالتة اللي هي الفايبروبليجيا، لأ هي هنا بقى المرحلة ديت اللي هتوديني على المرحلة بتاعت الريبولدنج ستيج اللي بعدها على طول. فهي التالت وظائف أساسية ديفند dispose to recruit الاندوثيليال سيلز والفايبروبلاست عشان تقفل لي الجرح. زي ما اتفقنا تاني نكرر ونقول ان inflammation مرحلة مهمة جدا for healing، وانه البالانس اوف inflammation ده مهم جدا جدا جدا. لو مفيش inflammation مش هيبقى فيه healing. لو الانفلاميشن عندي بطء يبقى هو في عندي slow healing. لو عندي balanced inflammation يبقى proper and good healing. طب لو الانفلاميشن عندي فضل موجود بشكل كبير وما تمش علاجه وفضل مطول، هيعمل لي كرونيك ستيج، هيبقى في عندي سكار تيشو فورميشن، اكسسيف سكار تيشو فورميشن، لان انفلاماتوري ستيج طولت قوي عن المطلوب، اخذت الرياكشنز بتاعتها كامله فعملت لي اكسسيف سكار تيشو فورميشن. عشان كده تاني نؤكد انه البالانسد انفلاميشن هو المطلوب. المرحله اساعد عندي في الانفلاماتوري ستيج دي ان انا اقللها، لان انا عمري ما همنع الانفلاميشن، هو جزء من البروسيس، لكن ازاي اقلله وازاي اقلل الوقت بتاعه وازاي اسرع دخول العيان بتاعي للمرحله اللي بعدها، هو ده الوظيفه بتاعتنا. ايه بيحصل عندي في الانفلاميشن؟ 8 حاجات اساسيه، 8 حاجات اساسيه هم برضو سيريال سيريس اوف سيكوينشال ستابس، وبرضو في اوفرلابنج ما بينهم زي ما احنا متفقين. اول حاجه البرايمري انجري اللي احنا اتكلمنا عنها، السبب الرئيسي عندي.
دول الثمان حاجات هتلاقوهم مكتوبين عندكم في النوت بريف جدا 1 2 3 4 زي ما هم موجودين كده، لكن انا هشرحهم معاكم بالتفصيل علشان برضو تبقوا انتم متخيلين. ما حبيتش بس ان انا اثقل عليكم في النوت اللي معاكم بشكل مفصل قوي، فالجزء ده هتلاقوه عندكم جاست انيموريت وهو المطلوب منكم، لكن المطلوب منكم كامتحان، لكن الجزء اللي احنا هنقوله ده مهم جدا في ان انت تفهم الجزء اللي بعد كده عشان ما يبقاش المعلومه عندك مقصوصه. تمام. فاول حاجه عندي هي البرايمري انجري اللي احنا اتكلمنا عنها. تاني حاجه هي الالترا استراكشرال تشينجز اللي هتحصل عندي في السيلز، الديسربشن اللي حصل عندي في السيلز. ثالث حاجه الكيميكال ميديشن، واحنا اتكلمنا على الكيميكال ميديتورز اللي بيطلعوا. رابع حاجه تشينجز على مستوى السيركيلاتوري سيستم، على مستوى البلود الهيمو دايناميك تشينجز. خامس حاجه على مستوى الانرجي بقى نفسها والاكسجين سبلاي، الميتابوليك تشينجز. البرميابيليتي بتتاثر مع الانفلاميشن، يس برميابيليتي تشينجز. ليكوسايت مايجريشن، ده انا هتجري بقى الوايت بلاد سيلز الحلوه اللي هيروحوا بقى يدفعوا ويساعدوا، وبالتالي يحصل عندي ليكوسايت مايجريشن عشان يحصل عندي الحاجه المهمه جدا وهي الفاجوسايتوزز، تروح بقى تلتهم هذا الانفكشن وتنظف لي المكان وتظبط لي المرحله دي عشان توديني على المرحله اللي بعدها على طول وهي الفايبروبليجيا. اذا هم 8 خطوات، 8 حاجات سيريس، لكن هم ايضا at the same time هم overlapping، بدايه بالبرايمري انجري، then الالترا استراكشرال تشينجز اللي بيحصل عندنا في disruption للسيلولار ميمبرين والاورجانلز بتاعته. تالت حاجة الكيميكال ميديشن زي ما احنا قلنا، الهستامين براديكاينين سيتوكينز في الاساس هتبقى بتطلع عندي، ودول وظيفتهم ايه الكيميكال ميديتورز دول، نحطهم كده في دماغنا عاملين زي بالظبط البوليس اوفيسرز. بيعملوا ايه البوليس اوفيسرز؟ بينظموا ايه، بيموديفاي وبيريجوليت كل الانفلاماتوري ريسبونسز عشان تحصل بالشكل المظبوط، فبالتالي الريبير يبقى مظبوط عندي. فهم مهمين جدا في الريبير، مهمين جدا. ايه وظيفتهم؟ بوليس اوفيسرز. تمام. ليه؟ عشان يعملوا موديفيكيشن وريجوليشن للانفلاماتوري بروسس كلها عشان ندخل على المراحل اللي بعدها. بعد كده الهيمو دايناميك تشينج، ده انا محتاج هنا ايه، ان انا السيركوليشن تبقى في الشكل السليم بتاعي. طب ايه اول ودي نحطها حلقه فودونا ونكتبها عندنا، اول ريسبونس هيحصل عندي سيركيلاتوري هيمو دايناميك تشينج هو الفازو كونستريكشن، ده انا لازم اقفل صح زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي هيموستاتيك ميكانيزم، ودي اول حاجه بتحصل عندي من اول 5 دقائق ل 10 دقائق تقريبا بيحصل عندي فازو كونستريكشن، بعد كده فولود باي فازو دايليتيشن، انه يحصل عندي بقى خلاص البلاد فيزلز تتفتح عندي ويحصل عندي بقى سويلنج زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طيب ايه النورمال ميكانيزم اللي بيحصل عندي في الجزء الخاص بالسيركيلاتوري تشينجز او الهيمو دايناميك تشينج اللي بيحصل عندي؟ هيمو دايناميك يعني هيمو يعني بلاد، دايناميك يعني سيركيليشن، يعني ايه اللي بيحصل على مستوى البلاد فيزلز؟ يعني اللي بيحصل عندي انه بيبقى في بعض الكابيلرز عندي زي ما انتم شايفين كده بيبقوا inactive مش شغالين، مع الانجري مع الانفلاماتوري ريسبونس لا بيتفتحوا عندي، فاللي مش شغالين دول زي ما انتم شايفين كده يبداوا ايه يشتغلوا معايا يبقوا active، لكن على مستوى الريت اوف فلو بيقل، بيبقى عندي ستيزز زي ما احنا كنا بنتكلم هوميوستيزز، ستيزز في البلد يعني ركود، فهم اتفتحوا عشان يسبلاي بلاد في الانفلاماتوري ستيج، لكن ما زالوا في عندي استيزز يعني الريت اوف فلو اللي ماشي عندي قليل عشان كده بيحصل عندي سوالنج، يبقى دي الهيمو دايناميك تشينج. طب ماذا يحدث على مستوى الميتابوليك سيستم او الميتابوليك تشينجز؟ الانرجي ايه اللي بيحصل فيها؟ هيحصل تشينج في الانرجي عندي في الاكسجين سبلاي اللي رايح؟ طبعا اكيد اكيد طبعا، ده انجري وهيلينج. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه احنا عارفين طبعا خلاص ان احنا النورمال سيلولار فانكشن شغاله ب الاكسجين، تمام، فعندي ايروبيك ايه ميتابوليزم عشان اوصل في الاخر ل اي تي بي وانرجي حلوه، ايروبيك ميتابوليزم اكسجين سبلاي كويس. لما بيحصل عندي انجري بقى
ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي هايبوكسيا، بيقل الاكسجين سبلاي، فكده الميتابوليزم بتاعي مش هيبقى ايروبيك، مش هيبقى هوائي، هيبقى انيروبيك زي ما انتوا عارفين. هيحصل عندي ايه عشان يديني بلود او عشان يديني انرجي في الاخر؟ جلايكوليسز. جلايكوليسز، طيب الجلايكوليسز انا كده هوصل للاي تي بي فعلا، لكن عن يعني هيبقى عندي ايه اكيوميليشن لايه؟ لللاكتيك اسيد. فهيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي انترا سيلولر اسيدوزز نتيجه الاكيوميليشن بتاع الايه؟ بتاع اللاكتيك اسيد. طب الاكيوميليشن بتاع اللاكتيك اسيد ده حلو؟ لا ده وحش جدا. ليه؟ لانه هو بيمبير الممبرين انتجريتي، هيمبير الايه؟ الممبرين انتجريتي، وبالتالي الفانكشنز بتاعه السيل ممبرين هتبطأ عندي، هتسلو داون، هتبقى ايه؟ هتبقى بطيئه، هتبقى بطيئه. طيب ده هيأثر معايا في ايه؟ او الدنيا عندي هتمشي معايا على ايه؟ ده انا كمان في عندي جزء مهم جدا، فاكرين في الفسيولوجي لما خدت صوديوم بوتاسيوم بامب؟ فاكرين الصوديوم بوتاسيوم بامب ده؟ انا قله الانرجي اللي موجوده عندي والانيروبيك اللي موجود عندي كميتابوليزم نتيجه اللوس بتاع الاكسجين سبلاي اللي موجود عندي كده، البامب دي مش هيبقى فيه انرجي حلوه عشان تشتغل، الصوديوم بوتاسيوم بامب. طيب وبعدين لو ما اشتغلتش كويسه ايه اللي هيحصل عندي؟ هيتجمع عندي الصوديوم جوه السل، بدل ما هي كانت بتطلعه لي بره، لا هتجمعه لي جوه السل. طب صوديوم اتجمع جوه السل ايه اللي هيحصل عندي؟ هيحصل عندي اوديما مع الووتر، الاكيميليشن بتاع الووتر، هيحصل عندي اوديما او سوالينج. يبقى احنا كده عارفين سبب الاوديما او السوالينج جايه منين، ميتابوليك تشينج، نتيجه الميتابوليك تشينج واللوس اوف اكسجين اللي موجوده عندي، الانتجريتي عندي بتاعه السيل ممبرين بتتاثر، الصوديوم بوتاسيوم بامب عندي مش هتبقى شغاله بالشكل المظبوط. فواحد من الاسباب بتاعه الاوديما هذا الامر. مش بس كده، هنيجي برضو على الاوديما دلوقتي في حاجه تانية، وهي السادس حاجه من الثمان حاجات، بيرميابيليتي تشينجز. بيرميابيليتي تشينجز، الهيستامين والبراديكاينين بيزودوا لي البيرميابيليتي بتاعه البلود فيزل، بيزودولي البرميابيليتي، بيزودولي البرميابيليتي لانه بيعملوا لي فازو دايلاتيشن، وبالتالي زياده البرميابيليتي دي بتشجع لي الليكوسايت اللي هم الوايت بلاد سيلز ان هم يروحوا للانجري سايت عشان يفايض بقى، تمام؟ وهم رايحين بقى عندهم في هذا النطاق، لا ده كده هيبقى في عندي البروتين فلويد او البروتين ريتش فلويد هيسكيب من السل. طيب يعني ايه هيسكيب؟ هيخرج. طب ده انا كده بقى عندي ايه؟ مشكله جديده، انا كده عندي ايه؟ عندي اوديما هيبقى حجمه كبير جدا من ان هو يبقى ري ابزورب التاني للسيركوليشن، فيحصل عندي ايه؟ هيماتوما، هيحصل عندي هيماتوما، وبالتالي هيبقى في عندي ايضا اوديما، تمام؟ يبقى انا كده عرفت سبب الاوديما ايه، سواء كان على مستوى البرميابيليتي تشينجز او على مستوى الصوديوم بامب اللي هو الجزء الخاص بايه؟ بالميتابوليك تشينجز. طيب بعد كده هيبقى عندي بعد البرميابيليتي تشينجز عندي ليكوسايت مايجريشن. ليكوسايت ولاد بلاد سيلز احنا عارفين احنا عندنا نيتروفيلز وماكروفاجز. النيتروفيلز دول الفيرست لاين للديفنس اجينست البكتيريا والانفكشن، والماكروفاجز لا دول بقى لونج لاستنج سكند لاين اوف ديفنس. وميزتهم كمان الماكروفاجز زي ما احنا هنشوف دلوقتي في المرحله اللي بعد دي على طول، او يعني جزء اساسي في المرحله بتاعه الانفلاماتوري في نهايتها، ان هم الماكروفاجز دول هم مهمين جدا 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 ك ديفنس ميكانيزم، وكمان بيعملوا لي ايه؟ بيريليز الكيميكال ميديتورز عشان الهيلينج، بيريليز الكيميكال ميديتورز اللي هم البوليس اوفيسرز اللي احنا كنا بنتكلم عليهم اللي هم مهمين جدا في المرحله بتاعه الانفلاماتوري فيز. اخر حاجه خلاص ليكوسايت خلاص موجوده عندي، يبقى فاجوسايتوزز. يلا ووند دي كونتامينيشن، تنظيف للووند، تروح الوايت بلاد سيلز دي تدايجست. مين تدايجست؟ الدبرس والفورين بودي اللي موجود، وتطلع
عن طريق الليمفاتيك سيستم والجرح ينضف والدنيا تحلو وكده نبقى احنا الانفلاماتوري ستيج الحمد لله خلصت معانا. لكن هنسترس فيها نقطتين كمان، ايه هما؟ نقطة الماكروفاجز اللي احنا كنا بنتكلم عليها كديفنس ميكانيزم عندنا. الماكروفاجز هتروح زي ما احنا قلنا هتنجلف البكتيريا علشان تعملي فاجو سيتوزز زي ما احنا قلنا، وقلنا ان هي كمان هتديني ايه؟ هتعملي كيميكال سيجنلز علشان تركروت عندي الفايبروبلاست علشان تعملي سكار تيشو عشان تقفل عشان ندخل في المرحلة اللي بعدها. اذا المرحلة اللي بعدها ديت مين اساس كان موجود فيها؟ مين اللي عمل ريكروتمنت الفايبروبلاست اللي موجودة؟ الماكروفاجز. الماكروفاجز تمام. نقطة بقى مهمة جدا في قصة الماكروفاجز، الماكروفاجز يعني مهمتها في الجزء اللي احنا قلنا ان هي اساسية. لو ما فيش عندي ماكروفاجز بشكل كافي يعني كده ما عنديش ديفنس ميكانيزم كافي لان انا اخلص من المرحلة بتاعت الانفلاميشن، يبقى كده الووند عندي هيطول، هيحصل عندي كرونيك ووند. مش بس كده، لو كان عندي كمان مشكلة في الأكسجين والأكسجين سبلاي اللي رايح للمكان ده أو للإنجري أو للووند نفسه مش كافي، فبالتالي هيبقى في عندي مشكلة في الستيميليشن بتاع الفايبرو بلاست كده، ما فيش سيجنال هتروح لهم لأنه الماكروفاجز احنا اتفقنا إن هي بتأمت الكيميكال سيجنالز عشان تركروت الفايبرو بلاست. فالماكروفاجز كعدد مهم جدا، وايضا الاكسجين سبلاي مهم جدا علشان نوصل للمرحله اللي بعدها. في هذا الجزء عندي حاجه مهمه جدا الا وهي الجروث فاكتورز. يبقى احنا كده قلنا الماكروفاجز وادي الجروث فاكتورز. الجروث فاكتورز احنا عارفين ان هم ايه؟ بيستيميوليت البرودكشن بتاع التشو اكسترا سيلولر ماتريكس. طيب التشو اكسترا سيلولار ماتريكس دي اللي هي الايه؟ الكولاجين والالاستين والجراوند سبستانس. لو فاكرين الكولاجين كان بيديني سترينث، الالاستين بيديني الاستيستي وفلكسبيليتي حلوه، الجراوند سبستانس بيديني لابريكيشن، الفلويد اللي موجود ده بيديني لابريكيشن للتشو. الجروث فاكتورز دول مهمين جدا جدا علشان يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي التشو اكسترا سيلولار ماتريكس. تمام. طيب ايه هما وايه الوظائف بتاعتهم؟ دي برضو مهمة جدا. يعني انا محتاجة عندي جروث فاكتور بيتا، ده اول نوع عشان يعمل لي كولاجين برودكشن. ما الكولاجين برودكشن ده لما يبقى كويس عندي يعني التنسايل سترينث حلوة، يبقى الجرح عندي قوي. ايه كمان محتاجة؟ محتاجة فايبروبلاست جروث فاكتورز. ده دول بقى خاصين بقى بايه؟ فايبروبلاست جروث فاكتورز دول هم دول اللي يعملوا لي بروليفريشن، تكاثر للصل، يفرقوا سل عن سل، ديفرنشيشن، مايجريشن، ماتريكس ديبوزيشن فيز للووند هيلينج زي ما احنا شايفين كده. تبدا بقى عندي البروليفريشن بتاع السيلز وان هي السل تتميز عن السل الثانيه، فدي طبعا مهمه جدا بنسميها ايه؟ فايبروبلاست جروث فاكتورز. الهيباتوسايد جروث فاكتورز ليهم اهميه، ليهم اهميه، دول انتي فايبروتيك اكتيفيتي، يعني هيمنعوا لي الاكسس فايبرز ديبوزيشن. زي ما احنا هنشوف بعد شويه ان كل حاجه ليها نسبه، لما تزيد عن حدها تتقلب ضدها. يعني انا محتاجه الفايبرس والفايبروبليجيا دي تبقى موجوده عندي بشكل كويس، لكن لو زادت هتعمل لي كونتراكشر زي ما احنا هنشوف بعد شويه كونتراكشر. فمين اللي بتقلل لي ده كجروث فاكتور تمنع لي الاكسسيف فايبرز ديبوزيشن؟ هي الهباتو سايت جروث فاكتور. اخر نوع عندي في الجروث فاكتورز هيساعدوا لي في المرحله الاولى في الانفلاماتوري ستيج هي الاوستيوجينيك جروث فاكتور. ومن اسمهم كده اوستيوجينيك، يعني خاصين بالعظم، ودول مسؤولين عن البون ريبير. فدول اربع انواع من انواع الجروث فاكتورز اللي انا محتاجاها عندي في الريبير: جروث فاكتور بيتا فور كولاجين برودكشن، فايبروبلاست جروث فاكتورز فور سيلولار بروليفريشن ديفرنشيشن مايجريشن ماتريكس ديبوزيشن، هيباتوسايت عشان انتي فايبروتيك اكتيفيتي، اوستيوجينيك عشان البون ريبير. وبكده نبقى عرفنا الهوميوستاتيك ستيج بيحصل فيها ايه، والانفلاماتوري ستيج الثمان حاجات اللي بيحصلوا فيها
والتأكيد على الماكروفاجز والجروث فاكتور. طيب احنا كده لسه ما زلنا في المرحلة التانية، فكيب سمايلينج اند بي هابي. المرحلة التانية كانت مرحلة الانفلاميشن اللي كان عبارة عن 8 حاجات ورا بعض، وايضا بي اوفرلاب وذ ايتش اذر. ايه هما؟ برايمري انجري، كلنا يلا مع بعض كده، الترا ستراكشرال تشينجز، كيميكال ميديشن، هيموديناميك تشينجز، ميتابوليك تشينجز، بيرميابيليتي تشينجز، ليكوسايت مايجريشن اند فاجوسايتوزز. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي هنطلعها كده خليط، نطلع من خلالها العيان بيحس بايه، بيجي لي بيشتكي من ايه، اللي هو السيمتومز اللي هو جاي لي بيها، انا بلاقي عنده ايه اللي هي الساينز اللي انا هشوفها. لما اجي اجمع كل ده هلاقي عندي 6 كلينيكال كاردينال برايمري ساينز اند سيمتومز اساسيين، لما بشوفهم بقول ان انا عندي دلوقتي مرحله انفلاميشن. ودول نحفظهم زي اسمنا. اتفقنا ان انا عندي فاسكولاريتي عاليه، يبقى اكيد هيحصل عندي هايبرثيرميا. هايبرثيرميا يعني اجي احط ايدي على المكان نفسه هلاقي المكان فيه سخونيه موجوده، تمام، المكان سخن، في حراره موجوده في هذا المكان. انكريز تشو تمبريتشر، عشان طبعا اكيد البلاد سبلاي اللي راح لهذا المكان، فلاقي عندي هيت موجوده، هلاقي عندي وورمث في المكان، بنسميها ايه، هايبرثيرميا، يعني زياده في درجه الحراره، هايبرثيرميا، او هنسميها هوتنس، تمام، انكريز تشو تمبريتشر. تاني حاجة هلاقي عندي الريثيما، طبعا ما اكيد 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 الريثيما، الريدنس اللي موجود عندي، لان انا عندي بلد فلو راح للمكان زي ما احنا اتفقنا، عشان احنا في انفلاماتوري ستيج والدنيا عندي مفتوحة والبلد فيزلز عندي مفتوحة، فلاقي عندي ايه، ريدنس، لان البلد عندي موجود بكثرة. فهوتنس اند ريدنس، هوتنس اند ريدنس. طب ايه كمان؟ اوديما، احنا قلنا برميابيليتي تشينجز وميتابوليك تشينجز عملت لنا اوديما موجوده نتيجه البلوكج بتاع الليمفاتيك سيستم. فتالت حاجه الاقي عندي سويلنج في المكان اللي فيه انفلاميشن. طبعا كل ده هيعمل لي بين نتيجه الايه، الفيزيكال بريشر بتاع الاوديما والبلاد فلو العالي والقصه دي، والكيميكال ميدييتورز اللي موجودين عندي على اللي بيضغطوا لي على البين ريسبتورز اللي هم النوزي سيبتورز، بيدوني ايه، هيدوني بين. طيب ده هيعمل لي ايه كمان؟ هيعمل لي طبعا البين هيديني مصل سبازم، لان احنا بنتكلم على بين سايكل، فهلاقي عند البيشنت ده مصل سبازم. اخر حاجه البين مصل سبازم في البين سايكل هيعمل لي ايه؟ ليميتيشن للفانكشن، فلاقي عندي لوس اوف فانكشن. في بعض الكتب بتقول ان هم 5 حاجات كاردينال ساينز اند سيمبتومز للانفلاميشن، لكن في كتاب بيبقى موجود فيه ان هم 6 باضافه المصل سبازم، وهو كده مفيش اي حاجه جديده عندنا خالص، احنا بس كده عندنا 6 حاجات لما بنشوفهم بنقول احنا كده في عندي ستيل انفلاميشن في المكان. ايه هم؟ اول حاجه ان انا عندي هوتنس، تاني حاجه ريدنس، تالت حاجه اوديما، رابع حاجه بين اللي هيعمل لي مصل سبازم، اللي هيروح يعمل لي نتيجه البين سايكل يعمل لي ايه، لوس اوف فانكشن. وهنا لازم نعمل حاجه، الانفلاماتوري ستيج اعمل لها ايه؟ اول حاجه ميديكالي لو عندي مشكله في البلود فيزلز يبقى لازم ان هي تتحل، ريبيرنج يعني حرق كي اقصد سوري يعني هنا في جزء كده مش هيبقى تبعنا، يبقى ده اول حاجه، لان انا عندي كده مشكله في البلود فيزل ومشكله في قطع. مثلا لو عندي عيان مثلا لا قدر الله في حادثه وبلود فيزل اتقطع، فده مش بتاعي، لكن ده واحد اول لاين اوف تريتمنت عندي. طيب احنا لسه بنتكلم دلوقتي ان انا عندي انفلاميشن، عندي بين، يبقى لازم على مستوى الفارماكولوجيكال لاين اوف تريتمنت هديله ايه بقى؟ هديله انتي انفلاماتوري وانالجيسك.
هياخد استرويدز، هياخد اسبرين، هياخد بعض الميديكيشنز عشان تقلل لي البين وتقلل لي الانتي او تقلل لي الانفلاميشن اللي موجود عندي. لو عندي انفكشن هياخد برضو يعني حاجه للانفكشن، انتي بيوتكس، مضاد حيوي وهكذا. فالجزء ده هو الجزء الفارماكولوجيكال اللي بيتعمل فيه مين، اللي بيتعمل فيه الجزء الخاص بالانفلاماتوري ستيج. فيرست ايد مهمة جدا لما يبقى عندي انفلاميشن ويجيلي تحط في طريقي، كلنا نبقى عارفين كده نعمل ايه، نعمل برايس. اول حاجة بي فور بروتكشن للمكان، بروتكشن للمكان يعني خلاص الشخص ده يعني نبروتكت المكان، ما يمشيش على رجله، يقعد، نحافظ على المكان بتاعي مفيش حركة، تمام، عشان يساعد عندي في الهيلينج. تاني حاجة ريست، خلاص ما نحطش انكل سبرين، يبقى ما احطش رجلي على الارض، خلاص ريست بروتكشن اند تاني حاجة ريست زي ما احنا شايفين قدامنا. تالت حاجة ايس ابليكيشن، ايس ابليكيشن عشان انا عندي هنا كده يعني فازو ديليتيشن، لا انا محتاج اعمل له فازو كونستريكشن بالايس ابليكيشن. التلج بيعمل لي فازو كونستريكشن، بيقلل لي البين، بيقلل لي الاوديما. رابع حاجه بانداجنج او كومبريشن اللي هي السي، اللي هو البانداجنج ده ده انا عندي اوديما، فالبانداجنج عندي هيساعد عندي في الريدكشن بتاع الاوديما. طيب اخر حاجه هي الاليفيشن، ان انا ارفع الرجل زي ما احنا شايفين كده. ممكن حتى اعمل الايس ابلكيشن زي ما انتوا هتشوفوا في الكرايوثيرابي والهيدروثيرابي ان شاء الله، ممكن اعمله من الفيتد بوزيشن، وده هيساعد عندي في الريدكشن بتاع الاوديما. اذا في الانفلاماتوري ستيج بعمل ايه؟ بعمل برايس، بي فور بروتكشن، ار فور ريست، اي فور ايس، سي فور كومبريشن، اند اي فور إليفيشن. كده انا قللت الاوديما اللي موجودة عندي، والاوديما لازم اركز عليها كويس قوي قبل اي حاجة، لان الاوديما لما بتروح خلاص البريشر اللي موجود عندي على النوز سيبتورز بيقل، بقدر اتحرك، بقدر اعمل حاجات تانية، بقدر اشتغل على لاينز تانية اوف تريتمنت. فالاوديما عندي لازم 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 نتخلص منها بالشكل اللي احنا اتكلمنا عنه. اعمل ايه في الالكتروفيزيكال، بالالكتروفيزيكال ايجنتس بتوعنا في هذه المرحله؟ اعمل ايه؟ هعمل موداليتيز تو كنترول اوديما، لان احنا قلنا ان دي اول حاجه لازم ان احنا نخلص منها عشان تدخلني على المرحله اللي بعدها. وهعمل موداليتيز فور بين، لان هو عنده مع الاوديما في عندي بين، وعندي كمان موداليتيز فور تشو هيلينج. تشو هيلينج ابدا بالاوديما. الاوديما زي ما قلنا هنعمل كرايوثيرابي، علاج بالتلج. ممكن استخدم الانترميتنت كومبريشن، الجهاز اللي انا وريته لكم في الاول خالص ده، علشان يقلل لي الاوديما. وممكن استخدم الكتريكال استيميليشن تو ريديوس الاوديما. طيب ايه بستخدمه او بعمل ايه عشان البين؟ ممكن استخدم بقى الالكتروثيرابي الكرنتس عشان تو ريديوس البين زي التنس مثلا فور اكزامبل. ممكن بقى استخدم برضو في المرحله دي في الانفلاماتوري ستيج لو باور ليزر، هناخده ان شاء الله يبقى جميل جدا معانا فور بين. ومش بس فور بين، ده هو كمان فور هيلينج، وفور هيلينج ممكن ازود كمان اللو انتنسيتي التراساوند في الانفلاماتوري ستيج. شوفوا احنا بنقول اسماء اجهزه دلوقتي، لما نيجي بقى على الاجهزه نفسها تبقوا انتوا فاهمين احنا بنعملها في انهي ستيج، بنعملها ازاي، بنعمل ايه ليه. فعشان كده بقول لكم المحاضره دي مهمه جدا. خلي بالي انفلاماتوري ستيج زي ما قلنا برايس، اول حاجه العيان ما يتحركش، immobilization مهم جدا عشان ما يعملش further injury ويسمح لي للvascular regrowth ويساعد معايا في الهيلينج. فأول حاجة ما يبقاش في عندي حركة. تاني حاجة أخلي بالي كويس جدا 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 من الهيت application، ممنوع منعا باتا أعمل في inflammatory stage heat، لا قربة مية سخنة ولا فوطة مية سخنة ولا infrared ولا أي حاجة فيها heat خالص. ليه؟ لأن دي مرحلة inflammatory stage إحنا محتاجين فيها vasoconstriction، محتاجين فيها cryotherapy مش thermotherapy. دي مهمة جدا. إذا لا حركة ولا heat application في المرحلة دي. يلا بينا سمايل.
عشان ندخل على المرحلة اللي بعد دي. احنا كده خدنا هيميوستيزز واخدنا المرحلة بتاعت انفلاماتوري ستيج، هناخد دلوقتي البروليفريشن او الفايبروبليجيا او الريبولدنج فيز. وهنا في البروليفريشن او الفايبروبليجيا او الريبولدنج ستيج زي ما احنا قلنا هتاخد لها من 3 ايام الى 3 اسابيع تقريبا. شوفوا الارقام ديت كلها رينجز كده موجودة ما بين كتاب وكتاب، احنا بناخد الفكرة. وزي ما قلنا بتختلف من بيشنت لبيشنت ومن ستيج او من ديزيز الى ديزيز اخر. اول حاجة فيهم في الجزء ده احنا قلنا ان هم 4 حاجات: ايبيثاليزيشن، ريفاسكولاريزيشن، فايبروبليجيا وكولاجين سينثيز اند ووند كونتراكشن. تعالوا بقى ناخد واحده واحده كده نتكلم عنهم. اول واحده الايبيثاليزيشن، ومين اسمها كده ايبيثاليزيشن؟ يبقى اول حاجه لازم يبقى عندي ابيثيليوم تشو يتكون. ليه؟ ميمبرينس تشو كفر على المكان اللي موجود. فاول حاجه ان يبدا يتكون لي ابيثيليوم تشو ايبيدرمس يبقى موجود عندي عشان يقفل لي المكان، يبقى ايبيثاليزيشن دي اول حاجه عندي. يتكون عندي كونكتيف تشو، والكونكتيف تشو ده بنسميه جرانيوليشن تشو. عباره عن ايه الجرانيوليشن تشو ده؟ عباره عن فايبروبلاست وكولاجين وكابيلاري. كابيلاريز عشان البلاد فلو، والكولاجين عشان السترينث، والفايبروبلاست. يبقى انا عندي جرانيوليشن تشو بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي بيكفر المكان ده عشان يعمل لي ايبيثاليزيشن، اول حاجه عندي في المرحله بتاعت الفايبروبليجيا او الريبيلدينج ستيج. والمرحله دي محتاجه برضو اكسجين كويس، ومحتاجه مويست انفايرمنت، ما يبقاش الجرح عندي متساب كده للهواء، تمام، علشان يبدا يلم عندي الجرح بتاعي ويحصل عندي ايبيثاليزيشن. زي ما انتم شايفين كده ابيثيليوم تشو يبدا ان هو يتكون عندي. يبقى اول حاجه عندي هي الابيثاليزيشن، ان انا يحصل عندي ابيثيليوم تشو يتكون عندي وجرانيوليشن تشو يتكون عندي على المكان. تاني حاجه ريفاسكولاريزيشن، او احنا بنسميها انجيوجينيسيس. انجيو يعني بلاد فيزل، وجينيسيس يعني تكوين للبلاد فيزل. يعني برضو تاني بالعربي الفصيح او بالانجليش الفصيح بنقول ايه؟ جروث للنيو بلاد فيزلز. يعني بيحصل عندي ايه؟ عايزه بلاد سبلاي هنا يا جماعه في المكان. طب اجيبه ازاي؟ بالريفاسكولاريزيشن او الانجيوجينيسيس. هنا البلاد سبلاي احنا عارفين طبعا اهميته في ان هو يديني اكسجين سبلاي ونيوتريانس للووند علشان يتحسن معايا، فمحتاجين بلاد سبلاي في المرحله دي يكون كفايه. هنا بقى فاكرين الجروث فاكتورز اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في المرحله اللي قبل كده؟ قلنا ان هم كانوا مهمين جدا في نهايه المرحله بتاعه الانفلاماتوري ستيج. هم دي بقى اللي هتخلي لي يحصل عندي انجيوجينيسيس وريجروث للنيو بلاد فيزلز اللي كانوا طالعين عندي من الجروث فاكتورز اللي كانوا طالعين عندي من الماكروفاجز لو انتوا فاكرين. هيجي هنا يتكون عندي نيو بلاد فيزل يروح للمكان عشان يديني سيركوليشن، عشان يديني سيركوليشن. واحد من 3 حاجات اساسيه، اما ان انا اجيب السيركوليشن دي عن طريق جينيريشن لنيو فاسكولار نتورك، او انستموزز زي ما انتم شايفين كده شبكه تبدا تتشابك البلاد فيزلز ببعضها ويحصل عندي تشابك فتزيد عندي البلاد فلو ويزيد عندي السيركيليشن اللي موجودة عندي، او ان يحصل عندي كابلينج للفيزلز في الانجرد اريا ويبقى عندي زي ما انتم شايفين كده البداية عندي بتبقى كابيلاري بادز كده تبدأ ان هي تزيد معايا تنمو. احنا بنقول جنريشن لنيو بلاد فيزل لحد ما تعمل لي كابيلاري ارش ويبدأ ان هم يلتحموا ببعض. خلاصة هذا الامر ان انا عندي بلد فلو عالي موجود في المكان ده عشان يساعد عندي في الهيلينج. لازم يبقى في عندي بلد فلو عالي، لازم يبقى في عندي بلد فلو عالي، لازم يبقى في عندي سيركوليشن عالية. فكانت مرحلة الريفاسكولاريزيشن او الانجيوجينيسيس عشان تديني بلد فلو كويس عشان يحصل لي هيلينج بشكل كويس في المرحلة دي. ثالث حاجة هي الفايبروبليجيا او الكولاجين سينثيز. اهلا وسهلا، دي اسم المرحلة اصلا اللي احنا فيها اصلا. المرحلة دي حتى بيسموها
كولاجينايزيشن، انه يبدا يتكون عندي الكولاجين، يترتب كده ويتحط لي في الووند نفسه عشان يقفل لي الووند. طب يعني ايه فايبروبليجيا؟ من اسمها كده، فايبروبليجيا يعني فورميشن لفايبروس تشو. الفايبروبلاست عندي هيبداوا يجروا لي فريت، يتكسروا ويسكريت كولاجين. طب والكولاجين ده حلو؟ اه ده جميل. ده الكولاجين ده اللي هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي تنسايل سترينث للووند، ده اللي هيشد لي الووند، ده اللي هيقوي لي الووند، ده المسؤول عن التنسايل سترينث بتاع الووند. عشان كده المرحله دي قلنا انها مرحله مهمه جدا، الفايبروبليجيا والكولاجينايزيشن. طب جميل، خدنا سترينث حلو وجميل، والبلاد فلو عندي جميل، وعملنا ابيثيليوم تشو في الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دلوقتي. جلنا اخر حاجة عندي مهمة جدا في المرحلة دي عشان نقفل، خلاص نقفل دي، يبقى لازم هدرو الجرح عندي يبدأ يتقلص وينكمش ينكمش ينكمش الى الداخل زي ما انتوا شايفين كده، يبدأ ينكمش 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 لحد ما يبدأ ان هو يتقفل عندي خالص. طيب القفلة دي والانكماش ده اسمه ايه؟ wound contraction. wound contraction مين المسؤول عن الووند كونتراكشن؟ فايبروبلاست، لكن مش اي فايبروبلاست، لا ده هنا بقى فيها كمان خاصيه الانقباض، يعني فيها مايو فايبروبلاست عشان تعمل لي ووند كونتراكشن. ووند كونتراكشن كل ما كان عندي مور مايو فايبروبلاست هيقفل لي الووند اكتر واكتر، هيضغطوا لي كده لجوه يبدا يتقلص، هيعمل لي البكتشر فريم ثيوري بتاعت الووند كونتراكشن، ويبدا يتقلص ينكمش 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 لحد ما يحصل عندي كونتراكشن ويبدا الووند ده يتقلص معايا ويتقفل، يحصل لي هيلينج. خلي بالنا بقى في الجزء ده حاجه مهمه جدا، على قد ما الماي فايبروبلاست دي جميله واموره ومهمه، الا انه لو الووند كونتراكشن ده ما كانش بالصوره السليمه وزاد عن حده هيتقلب ضد، هيعمل لي مور فايبروس تشو كونتراكشن كبير جدا، فيعمل لي الحاله اللي احنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، كونتراكشر. هنا المايو فايبروبلاست زادت زياده عن الطبيعي فعملت لي كونتراكشر. فعشان كده هنقول دايما 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 كل حاجه سبحان الله ليها حد، لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. احنا كده في المرحله الثالثه المهمه جدا 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 عندنا، وهي الفايبروبليجيا. اتفقنا ان انا عندي اربع حاجات فيها، ايه هي؟ اول حاجه مرحله ايبيثلايزيشن، تاني حاجه انجيوجينيسيس او ريفاسكولاريزيشن، جميل، تالت حاجه كانت عندي هي كله يفكر كله يشارك، برافو عليكم، انه فايبروبليجيا. رابع حاجه هي الووند كونتراكشن بالمايوفايبروبلاست. في المرحلة دي لو اجي اقول مثلا البيشنت هيحس بايه، او هلاقي على البيشنت بتاعي ايه، هلاقي في عندي في المكان اللي حاصل فيه انجري او اللي بيحصل له هيلينج تندرنس، يعني لما بضغط عليه بحس ان في الم، وبعض الحركات في بعض الرينجز اوف موشن بتاعتنا هلاقي في عندنا ليميتيشن في بعض الايه، في بعض الموشن. المرحلة دي محتاجة ايه مننا في العلاج؟ في الاساس احنا قلنا ان بيحصل فيه عندي اول واهم، كانت تاني مرحلة لكنها كانت مهمة جدا وركزنا فيها جدا جدا جدا، انجيوجينيسيس، بلاد فلو عالي للمكان عشان يحصل عندي هيلينج بشكل كويس. اذا المرحلة دي مرحلة السوبرفيشيال ثيرموثيرابي تكنيكس، انا هنا محتاج هيت، بس محتاج هيت سوبرفيشيال هيت، لان احنا عندنا سوبرفيشيال هيت وديب هيت زي ما انتوا خدتوا كده في الجزء الخاص بالهيدروثيرابي. طيب هعمل ايه؟ السوبرفيشيال هيت ممكن انفراريد، ممكن هيدروكليتور باكس، برافين واكس، فلويدوثيرابي، كل دول هيزودوا لي السيركيليشن اللي رايحه للمكان فهتساعد معايا في مع الهيلينج. كمان ممكن استخدم الالترا فايولت راديشن، ممكن استخدم الالترا ساوند، ممكن استخدم الالكتريكال ستيميليشن كورنتس، ممكن استخدم الليزر، ممكن استخدم الاكس ريكوربريال شوك ويف بشكل معين، وايضا ممكن بقى ابدا ان انا اشتغل رينج اوف موشن اكسرسايز وسترينثينج اكسرسايز في هذه المرحله.
كل دول هيزودوا لي البلود فلو اللي موجود عندي وهيساعدوا المرحله دي ان هي تخلص علشان ندخل من خلالها الى المرحله الاخيره النهائيه الجميله اللي هي خلاص هنفنش بيها الهيلينج وهنفنش بيها كمان المحاضره، الا وهي مرحله الريمودلينج. الريمودلينج يبقى احنا كده طالعين من البروليفريشن اللي كان فيها فايبروبلاست بيتكون وماي فايبروبلاست وجرانيليشن تشو بيقفل لي المكان اللي هو الابيثلايزيشن، وهندخل دلوقتي بقى على مرحلة الكولاجين فايبر وترتيب الكولاجين فايبر ان هو يبقى مترتب. يحصل عندي ريمودلينج المرحلة اللي بتبقى من 3 أسابيع الى 6 شهور، والمرحلة دي مهمة جدا 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 ان هي تقفل لي المرحله بتاعت الهيلينج وتكون هيلينج بشكل يعني افضل ما يمكن. هنا بقى الرساله اللي طلع لنا ايه بقى؟ كمر السحاب يمر البشر، فناس كغيم وناس كمطر. ها انتوا مين فيهم؟ ده السؤال. تمطر الدنيا، واحنا طبعا اجواء شتويه فداخلين على الشتاء، الناس الشتويه الجميله اللي بيحبوا الشتاء كده زي حالتي. هنقفل بقى باخر مرحله وهي رابع مرحله، مرحله الماتيوريشن او الريمودلينج. مرحله الماتيوريشن او الريمودلينج رقم 4 اتفقنا انها من 3 أسابيع الى 6 شهور، ممكن تكمل كمان عادي جدا الى سنوات، مفيش اي مشاكل خالص. بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ري شيبنج وري اورجنايزنج للسكار تيشو. احنا قلنا كولاجين ما عندناش غيره هنا بقى، كولاجين. لكن الفكرة ان الكولاجين بيبدأ يريمودل ويريشيب ويبقى ماتيور. جبنا الكلام ده منين؟ الكولاجين بيتحول عندي من كولاجين متبعتر راندوم اورينتد كده زي ما انتم شايفين البعترة بتاعته، الى كولاجين متسرح متنظم زي ما انتم شايفين كده لينيري اند لاترالي. يعني بيحصل فيه ريكونستراكشرينج، بيحصل فيه ريمودلينج، بيحصل فيه عندي ري اورجنايزنج، بيحصل فيه عندي ري شيبنج للسكار تيشو، بيبدا يتنظم. وكلمه ماتيوريشن جت لنا منين؟ جت لنا من انه الكولاجين بتاعي طيب 3 اللي هو الامبريونيك الغلبان الصوامبوط ده بارتري ريبليسد بي تايب 1 كولاجين، يبقى تايب 3 هيبقى ريبليسد بتايب 1. تايب 1 ده ماتيور فايبرال كولاجين، فبالتالي هي جت من هنا كلمه الماتيوريشن انه تايب 3 هيبقى ريبليسد بتايب 1، وتايب 1 ده ماتيور فهيديني جريتر تنسايل سترينث للتشو. هيحصل عندي ماتيوريشن، هيبقى التشو بتاعي ماسك نفسه كويس، هيبقى ممسوك بشكل كويس، في تنسايل سترينث حلو، وبالتالي السكار تشو بتاعي هلاقيه بيل وفلات وبلايبل لان انا عندي خلاص الكولاجين اتسرحه، حصل ريمودلينج، ما بقاش بقى السكور بتاعي متبعتر، ده اتلم كده وتسرح، فهلاقيه بيل وفلات وبلايبل. بلايبل. طيب لو المرحله دي ما تمتش على اكمل وجه هيبقى في عندي ايه؟ هيبقى في عندي مشكله. احنا عندنا الكولاجين برودكشن وعندنا كولاجين لايسيز، يعني كولاجين بيتصنع وكولاجين بيتحلل قصاده، تمام؟ احلال وتبديل. طب لو كان الكولاجين بتاعي الريت اوف لايسيز التحلل بتاعه اقل من المطلوب، يبقى انا كده هيتكون عندي كولاجين بشكل كبير، هيعمل لي زي ما احنا شايفين كده قدامنا هايبرتروفيك سكار او كيلويد، يبقى ده اكتر من الطبيعي، يبقى انا كده عندي الريت بتاع الكولاجين برودكشن اعلى من الريت بتاع اللايسز، تمام؟ نتيجه الانهيبيشن يعني بتاع اللايسز، فهيبقى عندي هايبرتروفيك سكار او كيلويدز. في فرق ما بين الهايبرتروفيك سكار والكيلويدز. الهايبرتروفيك سكار زي ما احنا شايفينه كده بيبقى زياده كولاجين اكتر من المطلوب، لكن استل هو جوه المارجن بتاع الايه بتاع الووند نفسه،
زي ما احنا شايفين. لكن في الكلويد بقى لا، ده بيرتفع بزيادة، بيخرج بره الاوريجينال باوندرز بتاعتي، فالكلويدز بتكون اعلى واعلى. تمام. الهايبرتروفيك سكور ده بروجكت من البروجكتس اللي احنا ممكن نشتغل عليها، نلاقي موديلز كتير جدا نقدر ان احنا نعملها فور هايبرتروفيك سكور نتيجة الخلل في الجزء الخاص بالريمودلينج ستيج. هنا بقى في الجزء بتاع الريمودلينج في قاعدة مهمة جدا جدا جدا، تو مين ثيوريز موجودين في الجزء ده. تمام. ألا وهي المرحلة بتاعت الريمودلينج دي مرحلة الحركة، لازم يبقى في عندي حركة. ليه؟ تنشن ثيوري رقم واحد بتقول ان الكولاجين فايبر بيريمودل على حسب الانترنال والاكسترنال ستريسز اللي انا حطها على الوند بتاعي. يعني ابدا اتحرك في دايركشن معين، يبدا الكولاجين يمشي معايا ويري الاين وريمودل في الدايركشن اللي انا عايزاه. عايز احركه في اكستنشن يبقى يمشي معايا في اكستنشن، عايز احركه في ابدكشن هيمشي معايا في ابدكشن. يبقى هو هيريمودل المرحله بتاعت الريمودلنج دي اكوردنج تو انترنال اند اكسترنال ستريسز بليزد على الووند. في كمان الولفز لو بيتكلم على الرول بتاع الكنترولد موبيليتي. هنا برضو اللو دي بتقول ايه، بتاكد برضو على نفس القصه ان البون والسوفت تشو بيرسبوند على حسب الفيزيكال ديماند المحطوطه عليهم، فبتريمودل اكوردنجلي التنسايل فورس اللي انا حطها عليه. يبقى هحركه في الاتجاه الفلاني، هثبته في الاتجاه الفلاني، تثبيته حركته في الاتجاه ده هو ده اللي بيخلي الكولاجين فايبر تري الاين في هذا الاتجاه مش في اي اتجاه تاني. وبالتالي الحركة في هذه الستيج مهمة جدا جدا جدا. محتاج ايه عشان يبقى عندي ريمودلينج فيز مانجمنت بشكل كويس؟ بلاد فلو. لكن هنا بقى بلاد فلو عالي، محتاج ديب هيتنج موداليتي مش سوبرفيشال زي ما كنا في المرحله اللي قبلها. الترا ساوند، شورت ويف، مايكرويف عشان نزود السيركوليشن للديبر تيشو. هنا كل ما زودنا السيركوليشن كل ما كان ده افضل في التريتمنت بتاعي. الليزر هيبقى حلو جدا، الاكسترا كوربوريال شوك ويف هيبقى ممتاز، الالكتريكال ستيميليتنج كارنتس هيبقى حلو جدا سواء كان فور بين لو انا لسه مازال عندي بين، او سواء كان عندي يعني هستخدمها فور ماسل كونتراكشن يعني موتور ليفل. ممكن بقى ابدا اشتغل مانوال فاشيال جلايدنج للفاشيه نفسها، اعملها جلايدنج هتري الاين معايا على حسب الدايركشن اللي انا شغال عليه. اسكار مساج لو عندي اسكار تشو اعمل بقى التكنيكس بتاعه الاسكار جلايدنج والاسكار مساج. الاكسرسايز هنا بقى مهم جدا سواء كان هيدروثيرابي ووتر اكسرسايز موبلايزيشن، وابدا ان انا افك بقى واري الاين تاني الكولاجين في الريمودلنج. ستريتشنج اكسرسايز مهم جدا، سترينثنج اكسرسايز بالجريدز بتاعته هنا هتبقى ايضا، والجراديويشن بتاعته بروجريسيف سترينث اكسرسايز هيكون مهم جدا. كمان الدايناميك سبلانس والسيريال كاستنج، ان انا البس العيان بتاعي جهاز وكاستنج يعني بحيث انه الجهاز ده لما العيان بيلبس جهاز تعويضي او كده بيبقى بيثبت العيان لفتره طويله، فطبعا ده التثبيته في بوزيشن معين ده بيعمل لي ري الاينمنت للكولاجين فايبر في الاتجاه اللي انا عايزه، فهي بتشتغل برده في الريمودلنج ستيج عشان تري الاين وتديني ريمودلنج ستيج كويس. احنا عندنا كده اربع مراحل الحمد لله اخدناهم النهارده. كانت اول مرحله هي الهوميوستيسيس، تاني مرحله هي الانفلاماتوري ستيج اللي كان فيها ماكروفاجز والثمان حاجات بتوع الانفلاماتوري ستيج. بروليفريشن كان فيها اربع حاجات اللي هم الايبيثلايزيشن والنيو فاسكولاريزيشن او الري فاسكولاريزيشن انجيوجينيسيس، وايضا الووند كونتراكشن، وكان ايضا عندنا في المرحله ديت غير الووند كونتراكشن كان عندي الفايبروبلاجيا. اخر مرحله كانت مرحله الريمودلنج، والريمودلنج بيحصل عندي ري اورجانيزيشن او ري ستراكشرنج او ري الاينمنت للكولاجين فايبر. فكده عندي اربع مراحل مهمين جدا 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 فور تشو هيلينج. بروجكتس كتير تقدروا تعملوها من خلال النهارده، تكتبوا ستوري عن الانجلي والبروسيس بتاعتها وخيالكم العلمي يشتغل، ترسموا الستيجز بتاعت الهيلينج باشكال مبدعه،
الهايبرتروفيك سكار والكلويد ده واحد من الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها throughout السمستر، تبدأوا تفكروا فيها وايه الفرق ما بينهم ونعمل لهم ايه. الووند اساس يعني جزء كبير جدا من الهيلينج اللي احنا بنشتغل عليه ايضا بيبقى ووند. فالووند ازاي اعمل له اسسمنت اصلا قبل العلاج وبعد العلاج، اقيمه ازاي، ده برضو بروجكت ممكن احنا نبدا ان احنا نشتغل عليه بره اوت اوف بوكس. ممكن برضو نتكلم على الفاكتورز افكتنج الهيلينج بشكل مختلف شوي. يعني انا لما نيجي نبص ايه الحاجات اللي بتاثر عندي على الهيلينج وبتامبير عندي الهيلينج وبتقلله، اول حاجة عندي نوع او قد ايه حجم الانجري اللي موجود. تاني حاجة القديمة، احنا اتفقنا القديمة طول ما هي موجودة طول ما هي هتقلل لي الهيلينج. الهيمورج نفس الكلام، عشان كده كان لازم احنا نصلح البليدنج ده بسرعة. الفاسكولار سبلاي لو مش كويس والسيركوليشن مش حلوة هتأثر لي على الهيلينج، مش هيبقى كويس. السيبريشن بتاع التشو، ان انا يبقى عندي التشو مش في البوزيشن بتاع الهيلينج المظبوط، ان هما بعيد عن بعض فمش عارفين يقابلوا بعض فمش عارفين ان هما يحصل لهم هيلينج. السيبريشن بتاع التشو. الماسل سبازم برضو بيامبير عندي الهيلينج فلازم اخلص منه بسرعة. الاتروفي نفس الكلام. الكورتيكوسترويدز بتامبير الهيلينج. الكلويدز والهايبرتروفيك سكورز نفس الكلام. الانفكشن بجميع انواعه طول ما هو موجود طول ما الهيلينج عندي مش هيبقى في افضل حالاته. الهيوميديتي، الكلايمت، الاكسجين تنشن، الايج بيفرق معايا، النيوتريشن، الفيتامين سي، فيتامين كي، فيتامين اي، اي الزنك، الامينو اسيدز، كل دي حاجات بتساعد معايا في الهيلينج. انا في حاجات سبتها مفتوحة وفي حاجات هستناها منكم، بحيث ان الجزء ده برضو هيبقى جزء حلو جدا في ان هو يبقى واحد من البروجيكتس اللي احنا ممكن نشتغل عليها. احنا كده الحمد لله في محاضرة النهاردة اخدنا مع بعض اول حاجة المادة بتتكلم عن ايه، introduction للالكتروفيزيكال ايجنتس، وقلنا خلاص هنقول الالكتروفيزيكال ايجنتس مش هنقول الالكتروثيرابي. بعد كده اتكلمنا على الانجري وايه اللي بيحصل فيها، وبعد كده اتكلمنا على الاربع مراحل بتوع الهيلينج او التشو ريبير او التشو هيلينج. ايه هما؟ الهوميوستيزز، الانفلاماتوري او الرياكشن فيز، البروليفريشن، فايبروبليجيا، ريبيلدينج للثالثه، واخر مرحله عندي هي ريمودلينج او الماتوريشن ستيج. واخدنا التايمينج بتاع كل واحده واتفقنا ان هما ورا بعض لكن بيوفرلاب وذ ايتش اذر. نقفل محاضرتنا النهاردة بان احنا ما نخليش ما نبصش على نص الكوباية الفاضي ولا حتى ربعها ولا 10% الفاضي، لان احنا عندنا 90% مليان. فما ننساش يعني النعم اللي ربنا انعم علينا بيها، ونتفائل ونحمد ربنا على النعم الكتير اللي احنا عايشين فيها، بداية من الصحة والعافية وحاجات كتير جدا احنا عايشين فيها، بناكل وبنشرب وبنسمع وبنشوف وبنتحرك وقادرين نعمل وقادرين نحلم وقادرين نعمل حاجات كتير جدا، قادرين نذاكر وقادرين نبقى شطار وقادرين ننفع الناس وقادرين نسيب بصمة ونسيب أثر حلو عند الناس. ف keep smiling، وإن شاء الله ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب إن شاء الله، ويسعدكم إن شاء الله ويرضيكم يا رب، اللهم آمين. شكرا جزيلا، نراكم على خير، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.